طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أمسية وجلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020. يسعدنا ويشرفنا إنه بالتعاون مع مجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية، إنه إن شاء الله يكون عندنا نشاط جديد من الأنشطة المهمة جدا. الموضوع بتاع اليوم موضوع حيوي، وموضوع ممكن نقول عليه بيشكل يعني خطر علينا كلنا وعلى الأجيال المستقبلية، اللي هو المضادات الحيوية بقت ما فعالة بالنسبة للغرض اللي هي اتعملت له. فلهذا الموضوع جايبين يعني بانل بالتعاون مع مجموعة دار مختلفة، من ناس يعني من حتات مختلفة، من خلفيات مختلفة، لأن الموضوع متعدد التخصصات، مقاطع التخصصات، وكل جزئية منه لازم تتغطى بالصورة المفروض تتغطى بها. فإن شاء الله حيكون دكتور ضحى أبو عبيدة، نائب اختصاصي طب المجتمع ومؤسس مجموعة دار، هتكون معانا وهتغطي جزئية. كذلك دكتور علا عبد العزيز مكاوي، رئيس سلامة الغذاء. الله يهديك كثيرا، الالتهاب لك. هو منير ست حبة حبة صباح كذلك دكتورة علا عبد العزيز مكاوي، رئيس قسم سلامة الغذاء بإدارة ضبط الجودة بوزارة الزراعة الاتحادية. دكتور ريان حيدر الشيخ، اختصاصي صيدلة سريرية في إدارة الصيدلة الاتحادية في وزارة الصحة. وكذلك بروفيسور يحيى سبيل، اللي هو الباحث بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية. وأنا معاكم من مجموعة الباحثين السودانيين أنور دفع الله، إن شاء الله هكون في إدارة النقاش. النقاش بتاعنا، المحاور بتاعتنا هتغطي من التعريف بتاع مقاومة مضادات الميكروبات للمضادات الحيوية، وليه هي مشكلة عالمية. هتغطي المحور دكتورة ضحى، وكذلك الأسباب من الجانب الزراعي وقطاع الأغذية هتغطيه دكتورة علا، والأسباب من جانب الثروة الحيوانية هيغطيه بروفيسور يحيى، الأسباب من جانب القطاع الصحي ولين الموضوع ده خطر وكده هتغطيه دكتور ريان. وإن شاء الله هنمشي وحنسعد بإنه الناس تكون عندها مداخلات، يعني من الموجودين معانا هنا داخل زوم أو عبر مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك اللي بيحصل فيها بث مباشر حاليا. ف direct to the point، نخش الموضوع. نحن في خطر ماحق على الإنسانية، ممكن كلنا نشتري أدوية بمليارات الدولارات من برا ونجيب السودان، والأدوية تنتج في السودان ونبقى يعني مصنعين، لكن تكون ما منها فائدة. فهو الموضوع شنو؟ دكتور وضوح تفضلي. السلام عليكم، مساء الخير كل المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور أنور. يا ريت لو عليت صوتك شوية بس. أوكي، كده واضح الصوت؟ اي، لو قربتي سماعه شويه كده عشان يكون مسموع اكثر. تفضلي. مساء الخير. طيب، اللي هو هسه خلينا نتكلم ان شاء الله، نبدا نتكلم. بنسمع طوالي عن المضادات الحيويه، انها بقت ما شغاله، ما افكتيف بالنسبه لنا. بناخد كل ناس، سواء احنا شخصنا او ناس بنعرفهم او قرايبنا، بناخد المضادات الحيويه لكن ما بنحس بانه في تحسن. طيب، بيبدا السؤال انه الحاجه دي حصلت ليه؟ اللي هي بتكون الميكروبات عملت مقاومه ضد المضادات الحيويه او المضادات دي اللي هي اللي بنستخدمها. فلما نقول انه في مقاومه للمضاد مقاومه الميكروبات لمضاداتها، معناه شنو؟ مع الزمن البكتيريا، الميكروبات دي بتتكون من في اربع حيات اساسيه عندنا، ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروس، ممكن تكون طفيل، او ممكن تكون حتى الفنجاي. فدي مع الزمن نتيجة لأسباب كثيرة حنيجي نتطرق لها بعد شوية، ومع زمن كثير بالاستخدام الغير رشيد لأسباب كثيرة بتبقى ما شغالة الحاجة دي. أنت بتاخد المضاد الحيوي، بتاخد الدواء، لكن ما بيعمل تأثير. ستيل عندنا العيان بتاعنا بيكون بيعاني، المرض موجود، ونحن لسه بندي في الدواء، سواء كان مضاد حيوي، سواء كان مضاد للفيروس، سواء كان طفيل، وما في استجابة بعدها. العيان لسه ماشي متدهور، ده يخش في مضاعفات، وللأسف بعد مرات قد تنتهي بأنه نفقد المريض بتاعنا. فدي لما دي المقصود بأنه يحصل مقاومة مع الزمن.
فده بقى مشكلة عالمية، ما في السودان بس، ما في مثلا في أفريقيا بس، ما في الشرق الأوسط، العالم كله بقى بيشكي أو بيعاني من الإشكالية بتاعة المقاومة الحاصلة مع الزمن. منظمة الصحة العالمية صنفتها أخيرا إنه عندنا 10 حاجات مهددة للصحة في العالم كله، ومقاومة دي بقت واحدة منها. فبقى يعني هو اتجاه عالمي إنه لازم نفهم المشكلة دي ونحاول نحلها، لأنه هتسبب لنا مشاكل كثير، هتسبب مضاعفات وهتسبب وفيات بنسب كبيرة شديد. فالمنظمة برضو بيقول إنه يعني بسنة 2050 بعد شوية الناس ممكن تموت بالتهابات بسيطة شديد، ممكن يلتهبوا اللي يقتل الزول ليه؟ لأنه انت حتديه مضاد حيوي ما حينفع معاه، وحتبدا تديه وحخش في مضاعفات لحد ما يفقد في النهاية للأسف أمراض بيت حياته. فعشان كده بقى خطر، والعالم كله بقى مهتم بالإشكالية دي، ممكن تسيطر عليه وممكن يكنترول عليه. عشان كده لازم الدول كلها تتكاتف ونوقف المشكلة دي. بالإضافة اللي بيخلي لنا إحنا الناس كلها متوجسة من الموضوع ده، ممكن يجي زول طيب يقول أنا ما هو طيب البكتيريا بقت مقاومة خلوني اكتشف بقى أقوى. للأسف العلماء شغالين بيكتشفوا، لكن لسه زي ما نقول الإنتاجية لأدوية أجدد وأقوى ما متاحة زي أول. فبقت في عندنا يعني احتمالات بسيطة في الأدوية محددة ممكن نستخدمها، وحتى نلاقي إنه بقى في يعني في ديماند عالي شديد، لأنه كل مرة دارين الأقوى دارين الأقوى، فوصلنا آخر حد. والعلماء ما اكتشفوا حاجة جديدة، فإحنا بقينا في زي ما نقولوا في وش المدفع. بالإضافة للحاجة دي كلها، التكلفة زي ما بدأت تفضل دكتور أنور، نجيب أقوى يعني نتخيل إنه زول مثلا إذا كنا بناخد البنسلين وبناخد هسه مثلا الأموكلان، ببساطة شوفوا الفرق بين السعر. السعر بتاع إنك تشتري مضاد حيوي قوي، لأنك وصلت مرحلة إنه البكتيريا ما بينفع معها البنسلين العادي ده، فإذا التكلفة تكلفة بينه أنت بيكون بدل إذا احتجت تربط في مستشفى، إذا الالتهاب بتاعك كان بيتعالج مثلا في يومين أو في ثلاثة يوم، محتاج تقعد مثلا 10 يوم، دي تكلفة للمريض ولأهله وقاعد في المستشفى محتاج عناية مكثفة وهكذا. تكلفة الدولة كلها، زول الراقد مريض رايح الفراش ده ما بيقدر يشتغل، إذا معدل الدخل بتاعه قل، إذا هو إذا كان بصرف على البيت، في زول في يعني في زول فقد من إنه هو كان بيعول البيت لأنه هو مريض لأنه في التهاب وبدا اخطر من اول ما قدر نلقى له علاج. فبتتطرق لمناحي كثيره شديد لما نجي نتكلم عن المضادات الحيويه، بتاثر على كل الزول، على الاقتصاد الدول، على النظام الصحي، على الافراد حتى، ومصدر دخلك اليومي بياثر عليه. فالحاجه دي بتهمنا كلنا كافراد كمجتمعات كدول، عشان كده لازم الناس كلها تهتم بالاشكاليه. تمام، شكرا جزيلا دكتور ضحى. و كنت بس يعني عندي سؤال لاحقا ممكن اخذته، في انه الوتيره بتاعه المقاومه قدر شنو في مقابل الوتيره بتاعه انتاج اللقاحات والادويه، قدر شنو لو في اي انسايتس في الموضوع ده؟ تكاد تكون معدومه حاليا، بيقول البايبلاينز حاليا ناشفه، ما في انتاجيه. يعني WHO في حاجه اسمها الاسينشال دراج ليست، اللي هي دي لازم اي نظام صحي في مؤسسة علاجية تكون في حاجات أساسية. يعني مثلاً البنسلين ده يعتبر من حاجة أساسية لازم أي مؤسسة صحية تكون فيها وبتبدأ بها دائماً العلاج. فتم حوالي رصد 36 صنف من الأدوية المضادات إنه هي محتاجين تكون كإسنشال دراج ليست، منها لقوا بس 6 هي الفعالة، قدرنا 30 منها أدوية ما فعالة نسبة للمقاومة الحاصلة. فده بيوريني إنه إحنا فاقدين قدر شنو من الأنتي مايكروبيلز، الأنتي بايوتيك إحنا فقدناها بسبب المقاومة الحاصلة وفي زيادة. وزي ما قلت لك للأسف الإنتاج من المصانع ومن العلماء ما قادرين يمشوا بنفس الوتيرة، المقاومة بتظهر لكن هم لسه يعني لاجين بهايند إنه مدروا يمشوا مع بعض. تمام. طيب دكتور علا إنتي يعني خبيرة رئيس قسم سلامة الغذاء بإدارة ضبط الجودة في وزارة الزراعة، الأسباب من الجانب الزراعي وقطاع الأغذية بصورة عامة، شنو الأسباب اللي بتخلي يكون في مقاومة للمضادات الحيوية بصورة عامة؟ تفضلي دكتورة. طيب أهلا وسهلا وشكرا لكم كثير على الاستضافة دي، إن شاء الله يعني نتمنى إنه يكون نقاش هادف وجميل والناس كلها تستفيد منه. بالنسبة لنا إحنا في يعني من الجانب الزراعي وجهة نظرنا في مسألة المضادات الحيوية دي، هو تقريباً التعريف يعني متفق عليه بأنه هي الأنتي ميكروبال ريزيستنس، هي قدرة الميكروبات على إنها يكون عندها الكابابيليتي أو المقدرة على إنها تقاوم المضادات الحيوية. يعني ده التعريف إحنا متعارفين عليه أكثر حاجة في الزراعة.
الأسباب الأشياء دي بتعود إلى إنه من جانبنا نحن بنرى إنه استخدام مفرط للمواد الكيميائية اللي هي بتستخدم في الحقن أمثال المبيدات والأسمدة، وميبي تحديدا المبيدات اللي هي بتستخدم كمضادات للميكروبات اللي ممكن تصيب النباتات بآفات معينة. يعني النبات بيصاب بأمراض ميكروبيولوجية، ممكن تكون أمراض فطرية أو أمراض بكتيرية، فاستخدام المبيدات لمكافحة هذه الميكروبات وتكرارها واستخدام الأوفردوز منها لفترة زمنية طويلة جدا خلق نوع من الطفرة الوراثية لدى الميكروبات الموجودة في الحقل الموجودة في التربة، وكانت بتصيب أنواع معينة من النباتات، فأصبح هي ميكروبات صغيرة لكن عندها القدرة على إنها المبيد يكون ما فعال. أحيانا المزارع قد يزيد الجرعة تحت المبيد، يعني عندنا حيث الميسيوز المبيدات قد يستخدم مبيدين مع بعض لأنه بيكون سمع إنه والله لما تستخدم المبيد الفلاني مع المبيد الثاني ده الفعالية بتاعته بتكون أنجح في إنها تزيل الحشرة أو تزيل المرض الفطري أو البكتيريا الموجود في الحق. فالأسباب كلها بتعود للميسيوز للمواد الكيماوية اللي هي زي ما ذكرتها بتكون عبارة عن مبيدات أو أي نوع من الكيميكلز، أسمدة، فيرتلايزرز، أي شيء مصنع داخل فيه مواد كيميائية. بيحصل تغيير في الإيكوسيستم أو البيئة تحت التربة والبيئة المحيطة كلها بالعملية بتاعت الإنتاج، وبتحصل نوع من الطفرات أو الميوتيشن بتخلي النبات أو البكتيريا أو الميكروبيزم الموجود يكون عنده القدرة على إنه ترزيست الحاجة اللي تم استخدامها دي. وتلقائياً الحياة دي بتنتقل بصورة غير مباشرة للحيوان وللإنسان، وتكون سبب لأنه في النهاية في الأند يوز الإنسان يكون هو نفسه أصبح مقاوم للمضادات الحيوية لأنه هو ذات جسمه يكون حصل فيه كمية من التغيرات. يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في التشين ده نحن بنتعرض لمقاومة مرتين، مرة من مقاومة النبات نفسه، تعرض النبات لميكروبات مختلفة، بنستخدم مبيدات، المبيدات دي الحشري الحياة اللي كان مصيبة النبات بتقوم بتعمل مقاومة، بنجي ناكل النبات نفسه نحن وبالتالي بيكون في مقاومة مزدوجة. أنا فاهم صح ولا لا؟ يس، هي يعني ممكن تكون مقاومة مزدوجة أو إكزاكت ممكن تكون مقاومة مزدوجة أو أنت نفسك بسبب يعني التغير في المحتوى بتاع المادة الغذائية بتتناولها اللي هي بتكون ذات دخل في جسمك جرعة كيماوية أو جرعة من يعني الجرعة الكيماوية دي، فبتأثر أنت نفسك على المناعة بتاعتك، تثبت المناعة بتاعتك، أو قد إن هي ذات تبقى مقاومة زي ما قلت تبقى مزدوجة، المقاومة تبقى مزدوجة أنت ذات تكون مقاوم للأشياء دي. لكن ما اللي نحنا يعني المقاومة بتاعت الإنسان بتكون في إنه شنو المناعة بتاعته بتكون حصلها تغيير، فبالتالي بتكون يعني الفعالية بتاعت الأدوية في النهاية بتكون زي ما ذكرت الدكتورة ضحى قبل شوية بإنها تكون ما فعالة. فالإنسان حتى في الأدوية بعدين بيلقى بيحس نفسه إنه هو أخذ يعني مضادات حيوية معينة أو أدوية مفروض إنها تكون يعني علاجها أنجع وأسرع، لكن بالعكس بسبب التكرار الكثير للحاجة دي وبسبب إنه هو نفسه مناعته قلت ويمكن حتى الكيمياء بتاع جسمه تغيرت أصبحت هذه الأدوية ما عندها تأثير عليه أو تأثير أصبح يعني ما بقول لك نيجاتيف لكن ما بالمستوى المطلوب. فدي بداية بتاع تناقص خطر يعني. نعم، وطبعا برضو بيخش في 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 السلسلة بتاعت الغذاء دي الحيوان نفسه، الحيوان بيجي يأكل من النبات وبيبقى بالتالي يعني احنا في ثلاثة سورسز مختلفة، ثلاثة مصادر مختلفة لانه يحصل مقاومه بتاعت المضادات الحيويه، مش كده؟ ايوه صحيح. ونحن من جانبنا بنفتكر انه يعني يمكن البيز الاساسي للمشكله بتاعت المضادات الحيويه بتكون انا وجهه نظري وتقديري ان هي باديه من مساله الغذاء نفسه. يعني الغذاء كل ما كان ملوث، النبات في الحقل ملوث، الحيوان اتغذى على حاجه ملوثه فيها مستوى عالي من الكيميكال كونتامينيشن، وانت بتتغذى على الحيوان بطريقه غير مباشره منتجاته سواء كانت لحوم البان بيض وحتى يعني انا بتكلم حتى عن الميسيوز المبيدات حتى في الخضر والفاكهه. يعني مثلا زي الطماطم كانت بتباع في الشارع بتشوف فيها ريحه المبيد، او حتى الريحه لو ما ظاهره في حد معين من الماكسيمم يعني يعني الحد الاعلى للتلوث بيكون موجود للاسف في بعض في كثير من الخضر والفاكهه ونحن بنتناوله بيسهل تاثيره على المدى البعيد. صحيح ممكن يكون مسبب لأمراض سرطانية وعلى أخف ضرر إنه ممكن يغير زي ما ذكرت في التركيب المناعي لجسم الإنسان ويخليه يعني واحدة من يعني من الأسباب اللي أدت إلى المقاومة للمضادات الحيوية. فهي الفكرة كلها في إنه بيحصل تغيير بسبب تناول الكيميكلز
بليمة أعلى من الحد المسموح به، تجاوز الفترة بتاعت الأمان في الاستخدام، ويعني الدائرة بتاعت إنه البيئية في حين اللي هي إنه الحيوان بيتغذى على النبات في الحق والإنسان بيتغذى على الحيوان، وتسلسل أو حتى التغذية مباشرة للغذاء من الفود تشين سواء كانت خضر أو فاكهة أو الألبان وهكذا، يعني كل الأشياء دي ونس إن حصل لها تلوث بالمواد الكيماوية دي هي دفنت أثرت في التركيبة المناعية لجسم الإنسان. لكن إحنا نرجع لشنو، في إنه الانتيميكروبيال ريزيستنس إن هي الميكروبات في الأول هي ذاتها بتشكل مقاومة لأنه بتحصل نوع من الميوتيشن، يعني سبحان الله هم ذاتهم أذكياء أو بتكرار بمرور الزمن بتكرار المستخدم. يعني أنا حتى ذكرت في على سبيل المثال عندنا في زراعة حي اسمها الدورة يغير يعني التركيبة المحصولية بتاعته يغير طبيعة النبات اللي بزرعه. نحن ممكن في السودان لمشاكل كثيرة متعلقة بالإمكانيات تحت المزارعين، سوء إدارة من المزارعين نفسهم، قد يلقى إن المزارع مثلا يمكن 5-6 سنوات أو قرابة 10 سنوات هو بيطلع محصول واحد. من الحكومة برضو عشان المزارعين دربوا مساكين، يعني ما لازم يكون في طبعا غياب نعم صحيح يعني غياب الإرشاد الزراعي أو غياب الجانب تبعه من الجهات الرسمية طبعا دفنت لي برضو عن تأثير. فالبيحصل إنه المزارع أو حتى هو يكون بعلامة من ناحية كوست، والله يا أخي أنا حزرع فول لأنه الفول مثلا بيجيب قروش كويسة، تلقاه 5-6 سنين for example 7 سنين هو بيزرع الفول تمام، وعارف تربته دي استهلكت، أنا هستخدم سماد فلاني، هجيب المبيدات الفلانية، يحضر حاجاته دي بيجيبها من بدري بجهزة. فتخيل إنه 7 سنوات 8 سنوات هو بيزرع ويعني بيستخدم نفس الأشياء دي، في مايكروغريز موجود في التربة وعايز برضو يقاوم عايز يعيش، فشيء طبيعي لأنه هو يعني زي ما بقول لك إنه هو نوع من الذكاء، هيعمل نوع من الميوتيشن عشان يقاوم الحاجة الموجودة له دي. يعني ما سمعنا بإنه في أرض انتهت تماماً من الميكروغنيزم، أي تربة حتى لو كانت يعني ما مستخدمة أو استخدامها يعني بإفراط، في النهاية فيها حد معين من الميكروبات الموجودة هي جزء من النظام البيئي الموجود في ربنا خلقه في الكون. فالميكروغنيزم موجود في التربة، النبات نفسه بيستفيد منه، في البكتيريا النابعة، في البكتيريا الضارة، في فطريات، في حياة مشتركة ما بين الطحالب والفطريات والبكتيريا، دي كلها حياة موجودة في البيئة. فزي ما بقول لك هي ذات عندها نوع من الذكاء، وانس انت قررت استخدامك للأشياء زي هي بتحاول تقاوم عشان تريزيست كويس، فبتبقى انه تأثير المبيدات دي عليها قد يكون ما ناجع او قد يكون عنده تأثيره السلبي، هي حصل لها نوع من الميتيشن قد تتواجد بصورة شرسة أكتر كويس. وانا برجع بقول انه بيحصل تغيير يعني في البيئة بتاع النبات، في البيئة بتاع الإنسان، بعدين بيحصل تغيير كبير جدا، يعني تأثيره بيكون صدى واسع وتأثير كبير. المقاومة على أسوأ افتراض ممكن تعمل ميوتيشن، ممكن تعمل ميوتيشن الميكروجينز يحصل له نوع من الطفرة الجينية للمقاومة الحاجة المستخدمة ضده. حتى احنا عندنا في الزراعة تكلمنا عن استخدام البايوتكنولوجي أو التقاعد الحيوية اللي هي الجينات المحورة وراثيا، وضربت مثال بالقطن المحور مثلا في السودان اللي هو احنا بنسميه هو البي تي كوتون. البي تي دي عبارة عن بكتيريا معينة موجودة في التربة اسمها باسيلا سيرينجينس. البكتيريا دي موجودة وعندها القدرة علينا تفرز مادة سمية معينة، ففي حشرة معينة بتتغذى على لوزات القطن. قبل الحصاد الحشرة دي بتهاجم اللوزة قبل ما تفتح، المزارع بيكون زارع مثلا كمية كبيرة من الفدانات كثيرة من القطن، فبتجي الحشرة دي تتغذى على اللوزة قبل ما هو يحصد ويجني ثمار يعني المجهود اللي قام به، بيكون أصيب بالحشرة دي وانتهى. فالمكافحة باستخدام المبيدات كان عبء كبير على الدولة في فترة من الفترات، وقاموا استخدموا التقنية بتاعت التحوير الوراثي دي في إنهم ينتجوا أصناف بتاعت قطن مقاومة للحشرة. الحصل إنه أخذوا جينات من البكتيريا وحقنوها في الأصول الوراثية للقطن بطريقة معينة، وأصبح النبات المادة السمية كانت موجودة في الحشرة تلقائية الموجودة فيه. فلما تجي الحشرة تتغذى على القطن بتلقى السمية دي موجودة في النبات نفسه، فبتقوم تتراجع بيحصل لها اختناق بتموت. في السودان في فترة من الفترات التجربة دي ما نجحت لأنه الحشرة أصبحت مقاومة للسم الموجود بتاع البكتيريا، إلى أن تم تطوير الجينات بتاعت البكتيريا دي في شكل الجين الثالث هو اللي كان أنجح في أنه يعمل مكافحة للحشرة. فده سبيل ده مثال يعني على أنه فعلا الميكروغنيزم ممكن يحصل لها ميوتيشن عشان تقاوم أو زي ما تقول عشان ترزيست وإنها تعيش. فالأساس بتاع الانتيميكروبيال ريزيستنس أنا بشوف إنه بيبتدي من يعني الأساس بيبتدي من الزراعة، الإصابة تحت النباتات أو الحيوانات بتشبعهم بالمواد الكيماوية الضارة
وتأثيرها على المناعة بتاعت الحيوان، ومن ثم تأثيرها على الإنسان فيما بعد. تمام، ممتاز جدا. طيب أنا سيدي ترسلت لي صورة من دكتور أشواك هنا معرضة في الشاشة على الدورة الظاهر، ما أعرف مين هيتكلم عن الصورة دي، لكن إحنا هنتحول الآن لدكتور لبروفيسور يحيى. بروفيسور يحيى باحث بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية، ويورينا الأسباب بتاعت مقاومة الميكروبات لمضاداتها من جانب بتاع الثروة الحيوانية. تفضل يا بروف، مرحب بك. شكرا جزيلا. أول في البداية يعني أشكر كل الزملاء المشاركين، يعني دكتورة علا، ريان، ضحى، دكتورة أشواك، والعقدة التالية. اشتغلنا قبل كده في فترة من الفترات في نفس المجال، مجال مقاومة الميكروبات المضادات الحيوية، وبرضه شاركنا في اللي هو ديفلوب اللي هو الناشونال اكشن بلان الانتي ميكروبال ريزيستنس. وطبعا الشق احنا دائما في الثروة الحيوانية او في ما يلي الانيمال هيلث بيشيلوا لنا اللي هو بيقول انه هو السبب الاساسي في مقاومة الميكروبات المضادات الحيوية، لانه في ميس يوز كبير جدا جدا. ولمعلومية المشاهد يعني في سنة 2016 القطاع الزراعي بصفة عامة ومعهم الثروة الحيوانية استهلكوا زي 63 ألف طن من المضادات الحيوية. هذه الكمية المهولة طبعا بيقابلها ميسيوز، في ميسيوز معناتها في ديفلوب ريزيستن، يعني تسئبدا يعني انه اي حتة فيها استعمال مضادات حيوية اكتر بتلقى مقاومة اكتر، لانه ال easy to access للانتيبيوتيك، يعني easy انك تشتريه وتستعمله بدون اي رغبه، وبالذات في الدول الناميه لانه ما في regulations، ما في حاجات بتحد من التناول، يعني ما في ضوابط، عشان كده الاستعمال الكثير بيؤدي له انه حدوث مقاومه كثيره، لانه بيحصل misuse. يعني اذا رجعنا للمعلش على الريلاكس المضادات المقاومه ذاتها، عندها شقين، ربما شق هو نشر الفينومينا، يعني زي كل كائن حي تراي تو سيرفايف، يعني صراع من اجل البقاء، يحصل تحور ويحصل تغييرات في الجينات زي بنشوف حسه في كوفيد، يعني الاخير ده خليه عنده ثلاثه استرينس، كل مره يتحور زي الانفلونزا مثلا، تتحور من الجينات تغير تركيبه الجينيه، ده شيء طبيعي بيحصل ناتشرال فينومينا. وبتين ربما يكون مما بدء الخليقه، يعني ما في نقض نوه بتين بدات مقاومه الميكروبات المضاده الحيويه. الحاجه الثانيه برضو الناس يعني بالعلم الناس انه منظمه الصحه العالميه ركزت جهودها في الفتره القريبه دي، يعني فور شورت تيرم للمضادات الحيويه، لكن ليتر اون هي حتمشي لباقي كل الانتي مايكروبيالز، سواء كان انتي ملاريا انتي بروتوزول، لكن في الفترة دي التركيز كله على المضادات اللي هو مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. إذا نظرنا الأسباب إنه how to develop من بدا اللي هو الريزيستن، ربما بيجي من misuse بتاع الأنتيبيوتيك ذاته، ولا الأوفر يوز استعمال الكثيف، أو في low quality antibiotic حايمة في السوق. يعني وزي ما عارفين مثلا مثال في السودان، يعني في انتيبيوتيك كثيره نون افكتيف، لكن هي سيركوليتنج في السوق، يعني سيركوليتنج، ربما يكون الادويه الفيري افكتيف غاليه او ما لها طريق للسوق لاي سبب من الاسباب. من ضمن برضه الاسباب برضه الحكايه برضه اللي هو اللاج بتاع اللابوراتوري فاسيلتيز، يعني ما كل زول عنده اكسس لللابوراتوري عشان يمشي يعمل فحوصات ويعمل للانتيماك اي اس تي مايكروبيال سيفتي تيستين وكده، يعني حتى لو في يعني الافوردابيلتي بتاعت الشخص ذات عشان يمشي يزرع يعمل زراعه سواء، ده برضو غالي جدا، ده جنرال في الانسان وفي الحيوان في نفس الوقت. يعني طيب اذا نظرنا الى مثلا جانبنا هنا في الشق الحيواني، فعلا يعني في استعمالات ضخمه جدا للمضادات الحيويه، وانما يعني بعض المزارع بعض الزراعيين او بعض ملاك الحيوانات بيكون عندهم ستوك من المضاد الحيوية، ستوك كراتين يعني قاعده في المزرعه،
استعماله بيجي بيكون الراعي، يعني اذا شاف مثلا الحيوان متغير شويه بدون قبل ما يستشير صيد الحيوان بيدي طوالي اوكسيتراسايكلين حتى بعدها يمشي يقول الحيوان مريض، ادى حقنه حقنتين خلاص بقى خلاص يعني. الميسيوز بتاع المتضاد الحيوي ده شيء مهم جدا جدا، وهذا المين فاكتور. اضافه لكده يعني البريزني برضه يعني سيء جدا جدا، تلقى خاتيه في جراب، خاتيه فوق ولا خاتيه في راس شجره كرتونه كده، اللي هو بيساعد في اللي هو زياده الانتي ميكروبيال يعني الجراثيم المهمه للمتضادات الحيويه. عندنا برضه اللي هو شينيتلي الواحد يعني يد الحيوان بهنا بعد بكره حلب اللبن وشباعه، او ناس الدواجن بيستعملوا المتضادات الحيويه برضه اكستنسفلي كجروس بروموتر وبروفلاكسيس، برضه ما بيلتزموا بفتره بتاعت السماح. يعني ابدا مضاد حيوي ممكن بعد بكره يشيل البرودكت بتاعه، ده طبعا بترك ريزيدجز، يعني الريزيدجز بتتكون في اللو يعني جس بيتعادل زي الساب كلينيكال دوز، يعني قد ايه جرعات منخفضه من المضاد الحيوي معناه الميكروب جرادولي ديفلوب الريزيستنس، وهذا طبعا شيء برضه مهم جدا جدا لانه ما في ريجوليشنز، وحتى لو في ريجوليشنز مكتوبه لكن انفورمنس بتاع الريجوليشنز انفورمنس بتاع الهناي دي برضه مشكله كبيره جدا بتواجه القطاع. يعني في مسؤوليه منه الموضوع ده مهم جدا يا بروف، يعني الليله كله زول الصباح بتلقى الناس البيت مستنين اللبان يجي، اللبن ده هل الحيوان حلبوه منه اذا كان بقره ولا ماعز ولا كده، هل اخذ دواء قريب قبل يومين ثلاثه، الحي دي من المسؤول من الرقابه في حاجه زي دي؟ والله طبعا مفروض اول شيء مفروض يحصل اويرنس للناس، يعني اويرنس للفارم ذاتهم انه الحكايه دي بتضرك انت شخصيا وبتضر اولادك، والحاجه اللي ما تقبل في نفسك مفروض ما تقبل في الناس الثانيين. فانا يقول لي هنا الاويرنس بيلعب دور كبير جدا، لانه القانون ما كفايه، انت يعني القانون ذاته لو ما في جهه تنفورس القانون اصبح ما بيكون عنده معنى. يعني ما في جهة محددة في وزارة الثروة الحيوانية مثلا مسؤولة من القصة دي، ولا وزارة الزراعة ولا كده؟ والله دي مسؤولة وزارة الصحة طبعا، وزارة الصحة يعني ملاحظين الصحيين يعني المفتشين الصحيين ديل هم مسؤولين عن الناس الببليك هيلث ديل هم، دي مسؤولية وزارة الصحة. احنا مثلا من جانبنا علينا تفتيش اللحوم مثلا لكن الألبان ما تبعنا، يعني ما تبعنا لا دايركتلي، يعني الكونسيومر يعني الشيء المعروض ده المفروض يقوم بنا نص الصحه، يعني نص الصحه هو المفروض يقوم بالحكايه يعني. تمام، احنا حنمشي ان شاء الله في الروتيشن، حنسال برضه نص الصحه اذا كان في وحده رقابيه زي دي، ويعني بالقانون هل بتقدر تعمل يعني انفورسمنت للقوانين الموجوده؟ لان الموضوع ده يا اخواننا موضوع ممكن يصل لانه يكون ناشونال سكيورتي بروبلم، يعني ما ايشو ما حاجه سهله. فحننتقل الان للجانب الصحي، جانب القطاع الصحي. معنا الدكتوره ريان حيدر الشيخ اللي هي اختصاصي صيدله سريريه في اداره الصيدله الاتحاديه. دكتوره ريان مرحبا بك، اتفضلي ورينا ما عندك. السلام عليكم، تحيه لكم كلكم وتحيه لكل المعانا في اللايف. موضوع مهم وموضوع فعلا موضوع يعني هي مشكله فعلا ترقى لانه تكون مشكله بتاعت ناشونال سيكيورتي فعلا زي ما انت قلت دكتور انور. حابه اضيف لكلام الدكاتره الجبال انه هي غير انها هي مشكله كبيره، هو اول من نبه للمشكله دي هو الكسندر فيلمينج اللي هو اللي اخترع البنسلين ذات نفسه. فاول ما اخترعه بعدها بكم فتره بسيطه في سنه 45 طلع في ذا نيويورك تايمز وقال انه في مقاومه بتاعه ميكروبات للبنسلين. فنحن من الزمن ذاك هي حرب في اتجاهين، فنتمنى إنه إحنا نكون المنتصرين فيها في النهاية. حابة أضيف إنه مشكلة زي ما قال بروف يحيى وقال الدكتورة علا هي مشكلة، ومشكلة بتتطلب تضافر كل الجهود من القطاع الصحي والقطاع الحيواني والقطاع
القطاع النباتي وحتى قطاع البيئة وكل القطاعات. بالنسبة للقطاع الصحي، بالإضافة للأسباب اللي ذكرت قبل كده، اللي هو إنه أصلا استخدامها في الأكل، استخدامها في الشراب، استخدامها في الألبان، بنلقى إنه مشاكلنا في القطاع الصحي بتتركز أكتر شيء في سوء استخدام المضادات الحيوية، اللي هي إنه أغلبنا بنستخدم المضادات الحيوية إما من غير داعي أو من غير سبب، أو بنستخدمها ما بالجرعة المطلوبة، أو ما بنلتزم بفترة العلاج المطلوبة، ما بنكمل الجرعة الموصوفة، بنفتكر إنه خلاص وانس إنه أنا بقيت تحسنت فأنا مفروض أوقف العلاج. ودي واحدة من أسباب الهزة حاليا، يعني خلت إنه غير الوضع العالمي المحتقن، وضع السودان أكثر احتقانا. نحن بنلجأ للتطبيب الذاتي، الدواء ده بينفعني هاك يا جاري، الدواء ده بينفعك، انا والله المره اللي فاتت جاني لو اخذت نفس الدواء ده فانا محتاج اني انا اخذه المره الثانيه، طفلي الثاني جاه نفس المرض نفس الاعراض، فانا بقرر انه خلاص مفروض امشي اخذ الدواء ده. ودي واحده من ادى لي، يعني موضوع ما بعيد شويه ادى للمشكله في مضادات الملاريا. مضادات الملاريا هسه حاليا لو لاحظنا احنا كل كم سنه بيجتمعوا بيطلعوا بروتوكول جديد خاص بالسودان، لانه بنلقى انه في فشل بتاع مضادات الملاريا او ادويه الملاريا، وبيتغير البروتوكول وبنبدا تاني. هسه اخر مره احنا اتغير البروتوكول في 2017، وقد يتغير في لقدام بسبب انه الناس ناس ملارياتي وبعرفها، فبتلقى انه الناس بتاخذ الادويه من غير وصفه طبيه. بالاضافه لذلك زي ما قلت، إساءة استخدامات المضادات الحيوية في المستشفيات، يعني دايما الزول بيصل المستشفى وهو أصلا حس بأعراض وأخذ الدواء الأول وما نفع معاه وأخذ الدواء الثاني. وعندنا كمان في المستشفيات مشكلة كبيرة ما ننكر، اللي هي الأمبريلا سيرابي، اللي هي إنه بغض النظر عن نتائج الفحوصات أو بغض النظر عن الأعراض بيخطوا العيان في مضاد حيوي مبدئيا كده قبل ما نشوف الحاصل شنو. بالإضافة لإنه في مشكله تانية، اللي هو انه عدم الالتزام بنظام التطعيمات. دي دبليو اتش او لقيت انها واحده من المشاكل الكبيره، انه ان احنا على مر الزمن اذا ما في التزام بالتطعيمات لقوا انه ده ادى لمقاومه مضادات حيويه. برضو الادويه المغشوشه، الحاجه دي يمكن تكون ان احنا هنا في الخرطوم ما ملاحظين لها بصوره واضحه، لكن الادويه اللي بتتفرش اللي بتتباع في الفراشين موجوده كتير في ولايه السودان. في ادويه بتتباع في الدكان، في ادويه بتتباع بالحبه، في أدوية بتتباع مهربة، في أدوية بتتباع في تخزين، درجات تخزين ممكن تفوت 60 و70 درجة، فهي أدوية بتكون مغشوشة، أدوية ما مفيدة، قد تكون فقدت فعاليتها، قد تكون تحولت لمادة تانية، كلها فاقمت لنا من مشكلة المضادات الحيوية. نجي تاني للجانب الصحي أو جانبنا نحن كممارسين صحيين، اللي هو إنه في تشخيص غير دقيق. بمعنى أن إحنا فحصنا ولقينا في الفحص ظاهر إنه التهاب قد مني انا او قد من العيان ذاته، ما بنمشي لانه نعرف نوع البكتيريا دي تحديدا عشان انا بعد ذاك على اساسها اقوم احدد العلاج، بل العكس، بل يعني طوالي بتبدا بالمضاد الحيوي. وزمان الناس كانت بتبدا بالاموكزيل والادويه الصغيره، وهسه حاليا الناس بقت تاخذ المضادات الحيويه عن طريق الوريد وعن طريق الحقن، والحاجه دي في بعض الاحايين بيطلبها المريض ذات نفسه. يعني نحن في واحده من البحوث اللي اتعملت لقينا انه في ضغط عالي من المريض، انه انا عارف انه انا مثلا اللوز بتاعتي الا تديني حقن، فبنلقى انه المريض بياخد الحقن. الصرف برضه غير الرشيد، بنلقى انه في بعض اصحاب الصيدليات، في صيدليات ما بتلتزم بانه المضادات الحيويه ما للصرف للكاونتر، لازم يكون في وصفه طبيه، لازم يكون في فحص، لازم يكون في نتيجه بتاعت عينه وهكذا. فزي ما قلت، الأسباب في القطاع الصحي بتنحصر في سوء استخدام المضادات الحيوية. نعم، احنا شفنا يعني حبوباتنا، أمهاتنا، خالاتنا وأبهاتنا، كل زول بتلقى عنده كيس بتاع حبوب جنبه كده، وهو نفسه بيوريك إنه والله خليه، أنا عندي المرض الفلاني واستخدمت له الحبة الفلانية، أو جارنا ما أعرف والله نفعتني الحاجة الفلانية، معناها يفترض إنه بالضرورة تنفع. طيب الرقابة في الحتات دي كيف؟ نحن نرجع للسؤال اللي كان أخذناه من المداخلة بتاع البروف يحيى، منو في وزارة الصحة إذا كان الاتحادية ولا الولائية المسؤول من الرقابة بتاعت إنه والله أخي اللبان ده لما نيجي قدام بيتنا في راندم سامبلز اتاخذت من حتات مختلفة
وتم قياس نسبة البنسلين فيها، تم قياس ما أعرف شنو، ولا إذا كان على مستوى المزارع نفسها الرقابة شكلها كيف، والإنفورسمنت يعني تفعيل القانون الموجود. أول شيء شنو القانون هو ذاته الموجود حاليا عشان يقلل طيب القانون المقاومة؟ نعم، القانون الموجود حاليا هو قانون الصيدلة والسموم اللي هو من 2003، بنص انه في ادويه مفروض تكون موصوفه بروشته طبيه وفي ادويه غير موصوفه بروشته طبيه. لكن ارجع لك تاني لحته القانون دي، في مطالبات من 2015 من وزاره الصحه الاتحاديه لمجلس الوزراء للمجلس الطبي السوداني ولكثير من الجهات انه يكون في قانون رادع لوصف المضادات الحيويه. لكن رجعنا لقينا انه في خطه عالميه اتبنت يا انور على 5 محاور. الخمسه محاور دي اتخذت من WHO في الويرد هيلث اسامبلي 2015، ومفروض كل الجهات تطبقها. الخطه دي يعني لغرابه الامر ما كان فيها قانون، فهم يعني الكلام اللي كان بيتقال انه انا عشان اقاوم المضاد، اقاوم خطر المضادات الحيويه اللي هو هسه حاليا خطر يهدد البشريه ككل، انا مفروض اتبع 5 حاجات، ما من ضمنها كان انه قانون. في البداية في المرحلة اللي نحن فيها دي في 5 حاجات أنا ممكن أذكرها لكم، 5 استراتيجيات كل الدول العالم مفروض تطبقها على اختلاف دول العالم الأول الثاني الثالث مفروض تطبق، ما من ضمنها كان قانون. من ضمنها ومن أهم مكون فيها هو التوعية. في النهاية هسه حاليا موجود قانون للتدخين مثلا، هل الناس هل حتلتزم حضبط للتدخين؟ لا، ده أنا ما معناها إن أنا بقلل من شأن القانون، لكن أنا بقول طالما ما في وعي الناس على المستوى المحلي أو على مستوى العالم حتلقى طريقة إنها تتحايل بها على القانون. حاليا في مشروع قانون مطروح لتقنين صرف المضادات الحيوية، تقنين وصف المضادات الحيوية، لكن مبدئيا ما لم الطبيب والصيدلي والمواطن واللبان وكل أفراد وكل أطياف المجتمع اقتنعوا المشكلة شنو في المضادات الحيوية، ما في حد حيلتزم، لأنه زي ما قلت الحبوبة حتلقى تحد عندها باقي أموكسيل وحتقول لك هاك الدواء ده هو اللي بينفعك. فنحن ما مطالبين بوجود القانون، لكن لا يغني عن الوعي الذاتي واللي هو اللي بيكون الرادع الأهم أنا بالنسبة لي. تمام، طيب ننتقل للخطر، الخطر بتاع سوء استخدام المضادات الحيوية على صحة الإنسان. شنو الخطر؟ يعني أنتوا تكلمتوا على الميوتيشنز الممكن تحصل، تكلم عنها علا تقريبا، إنه والله يا أخي بيكون في ميوتيشن. هل رصدتوا عبر البحوث وكده في ميوتيشنز حصلت سواء كان من في في الميكروبات نفسها ولا الاهم في الانسان؟ يعني هل في اي حاجه زي دي؟ فبروف يحيى ودكتور علا يا ريت تضيئوا لنا الحته دي. طيب شكرا اخ الشيخ في انور. بالنسبه للناس طبعا اول شيء يعني حسب الشيء البروتوكول الموجود عالميا حاليا انه الناس تست اللي هو تقيس الحكايه دي اللي هو كواليتاتيفلي يعني بالاي اس تي بالاجارجل ديفيوشن، ويشوفوا فيه زون بتاع انهيبيشن ما في زون بتاع انهيبيشن. بعد ذاك يكون ستاندرد يعني اكورد للانترناشونال ستاندرد سواء كان على الايو كاس او على السي ال اس اي دي طبعا انترناشونال ستاندرد. بعد ذلك يشوفوا البكتيريا دي مقاومه للمضاد الحيوي المعين ولا ما. الناس مشت ابعد من كده يعني الناس عملوا ديتكشن للريزيستنس جينز يعني شوف الجينات اللي هي المقاومه للبكتيريا المعينه زي البيتا لاكتاميز زي كده زي كده وهكذا. فالحكايه دي طبعا بتتطلب امكانيات. احنا في السودان ربما ما في سيكوينسين اللي بيرسلوا العينات برا، لكن في الحكايه كلها ماشيه في مجال البحوث يعني ما مجال اللي هو الدياجنوزيس يعني كل الداتا اللي هي لها علاقه بالانتيميكروبيال ريزيستنس 90% منها جايه من اللي هو ايدوكيشنال انستتيوشنز او ريسيرش انستتيوشنز، لانه للحظه دي ما في بلان، ما في سيرفيلانس بلان حقيقي سواء كان في الهيومن ولا في الانيمال على مستوى الكنتري وايز على اساس تو اللي هو تو ميجر اللي هو الاكسام بتاع الريزيستنس سواء كان الايكولاي سواء كان سالمونيلي سواء كان السافلوكوكس اوريس. الحكايه طبعا بتحتاج امكانيات، موضوع الحكايه دي في الناشونال اكشن بلان بتاعتنا، لكن انفورشنتلي كل الكوستين على الدونس يعني الكولونز كله الكوست في على الدونس دونس دونس. نحن يعني انفورشنتلي يعني حاجه مؤسفه، احنا
عملنا ديفلوبمنت للناشونال اكشن بلان دي من 2015 ل 2018 عملنا اندورسمنت. يعني ما تتخيل انه الجفرمنت ما مساهمه ولا ب 1 باوند ولا ب 1 باوند، هي كلها ربما يكون مساعده بتاع منظمات، سواء كان WHO سواء كان OIE سواء كان FAO او يعني التزام ذاتي من الزملاء اللي هو البارتيسيبيت في الحكايه دي يعني. وفي كتار من الزملاء حاليا في الحوار ده هم مشاركين ذاته كانوا في الديفلوبمنت بتاع الناشونال اكشن، بمعنى انه حاليا ما في سيرفيلان بلان واضح للانتي ميكروبيال ريزيستنس، سواء كان في الانيمال ولا سواء كان في الهيومن ولا الاجريكلتشر ولا الانفايرمنت. وده طبعا حاجه طبعا يعني ما يعني كومبير لمثلا دول الجوار اثيوبيا كينيا، الناس خطوا خطوات كثيره لانه في بوليتيكال كوميتمنت، يعني في كوميتمنت من الهاير بوليسي ميكر للحكايه. يعني احنا انفورشنتلي ما في كوميتمنت، وهم ذاتهم ما اوير يعني ما اوير بالاكستن بتاع البروبلم بتاع الانتي ميكروبيال ريزيستنس. برجع معلش بالنسبه لللبن واللبن، الحكايه طبعا المفروض يكون في المفروض دي مسؤوليه بتاعت اللي هو المواصفات والمقاييس، لان هي بتضع المواصفه لاي منتج سواء كان بروسيس ولا كده، وهي المفروض تعمل تريسين باك، هل المنتج ده فعلا مطابق للمواصفات ولا ما مطابق ولا مغشوش ولا فروت ولا كده يعني. فدي ناس المواصفات دي مهمتهم يعني انه يعملوا تريسين لأي منتج سواء كان مصنوع في مصنع أو تراديشن في هوم، دي طبعا من المهام بتاعتهم على ما أعتقد يعني. لكن بعرض برضو نقطة مهمة جدا جدا، لأنه دي كلها لها علاقة بالفود سيفتي الأنتي ميكروبيال، لأنه لسه للحظة دي ما في أورثرايز وان بودي يكون مسؤول عن الحكاية دي، يعني زي ما في أوروبا في السعودية الـ FDA، هنا ما في. احنا في انيمال هيلث بقول والله الفود سيفتي دي مسؤوليتنا احنا، ناس الاجريكلتشر بقول والله دي مهمتهم، ناس الصحه ناس ستاك بقول دي مهمتهم. يعني للحظه دي ما في ديديكيتد بودي انه يكون مسؤول من الفود سيفتي ومن ضمنه الاي ام ار والريسيديوس وكل السيكونس، لانه ما في بودي معين هو منبهه اللي هو يكون مسؤول مسؤوليه مباشره بقوانين ب استراكشر انه يكون جبرنا يكون مسؤول من الاحكام. اصلا ما كان في بودي زي ده يعني في تاريخ السودان الحديث ده كله من الاستغلال. والله يا اخي يعني اديك مثال، مثلا ناس البطري هم بيكونوا مسؤولين من الانسبكشن في الميد انسبكشن مثلا، كويس ميد انسبكشن اللي حاجه علاقه في الميد وكده، ناس الزراعه بكون مسؤولين من الجريدين، ناس الصحه بكون مسؤولين من المطاعم، لكن ما في بودي واحد اللي هو الاف دي ال فود ريجز ميشن كده كبودي كده يكون مسؤول بكل ما يتعلق باللي هو البرودكت اللي بيستهلك الانسان او بيستعمله الانسان او الحيوان يعني. تمام. طيب دكتوره علا، يا ريت لو تعمل لنا فولو اب على الجزئيه دي. عاملي ميوت لنفسك لو سمحتي. اوكي تفضلي. طيب شكرا جزيلا. انا عايز اعقب على كلام دكتور يحيى وحديثه عن الميوتيشن. يعني في الاول انا بشوف انه يعني التاثير بتاع الكيميكلز على المحاصيل الزراعيه هو اللي ادى لضعف المناعه او التغيير حتى على مستوى الحيوان وخلاه مقاوم للمضادات الحيويه بياخذها الحيوان عند المرض. فالميسيوز للمبيدات والاسمده والفيرتلايزرز والاشياء دي في الحقل والاوفر دوز بتاع الاستخدام المفرط للاشياء دي داخل الحقل خلق طفرة على مستوى الميكروبات الموجودة. نحن بنتكلم عن نظام بيئي، نتكلم عن إيكو سيستم عام. فالميكروبات الموجودة في التربة، الميكروبات الأصل الإيجابية أو النابعة الموجودة في النبات كلها بيحصل لها تغيير. زي ما ذكرت إن هي عايز تقاوم، عايز تعيش، عايز تحصل لها ريزيستنس. حتى لو كانت يعني لو مثلا البكتيريا نابعة والتكرار بتاع استخدام المواد الكيماوية على لو ما غضى عليها تماماً ممكن يضعف ذاتها من قدرتها على إنها هي تكون بكتيريا نابعة. فالبداية بتاعت الأنتيميكروبيال ريزيستنس بترجع من الحق. أنا يعني from my point of view بترجع من الحق من الميسيوز بتاع استخدام الكيميكلز في النظام البيئي. وبالتالي التغيير في الميوتيشن والتغيير في المناعة تحت الكائنات الحية كلها بيحصل لها تغيير في وزين الدائرة تحت الإيكوسيستم اللي هو النبات، الحيوان بيتغذى على النبات،
ومن ثم الإنسان إذا كان غزة تغذية مباشرة على الزراعة، أو إذا غزة تغذية مباشرة على الحيوان مثلاً الذبيح، أو إذا غزة تغذية مباشرة على منتجات الحيوان. فنحن في الحلقة دي قلنا بيحصل تغيير في التركيبة المناعية لأجسامنا، وبيحصل الميوتيشن اللي بتكلم عن اللي أنت ذكرتها. طيب من جانبنا نحن هنا في الزراعة، المنظمة بتاعت الأغذية والزراعة أوصت بحاجتين، إنه بقدر الإمكان الناس ترجع للوسائل، يعني ما بقول لك التقليدية، لكن بقدر الإمكان تحاول تستخدم الحاجات الطبيعية، أو ترشد استخدام المواد الكيماوية بأنها تستخدم بطريقة صحيحة وفقا للجرعة المحددة المفروض إنها تستخدم، ويراعوا فيها فترة الأمان. يعني أي استخدام بتاع مبيد أو أي مادة كيماوية سواء كان فرتلايزر أو سماد أو whatever عند فترة معينة نحن نسميها فترة الأمان، يعني استخدامها مفروض إنه النبات أو التربة كده تأخذ فترة بتاع الرس لحد ما تتخلص من الأثار السلبية للمادة الكيماوية دي، حتى بعد كده يسمح لتغذية الحيوان لهذه المادة الزراعية، ومن ثم يعني إذا دخلت لجسم الحيوان بيكون عنده تأثير، أو حتى إذا غزة على الإنسان مباشرة ببقوا عندها تأثير. عشان كده عندنا حاجة اسمها الماكسيموم ليميت للريزيدوز، موجودة زي ما في للبتاي دروكس، في حتى في الزراعة في ماكسيموم ليميت للمبيدات والكيميكلز، فدي يجب إنه نراعيها عند الاستخدام، يكون في استخدام مرشد للمواد الكيماوية. الحاجة الثانية إنه عندنا حاجة اسمها المكافحة المتكاملة الانتجريتد بيست مانجمنت، اللي هي دي نوع من المكافحة البيولوجية برضه من الأغذية والزراعة، بتوصي بإنه طالما في نظام بيئي صحيح توفر فيه الأشياء النافعة والضارة، واي نوت إنه المزارع ينتهج، وده منهج زراعي معروف يدرس في الكليات تحت الزراعة، بيدرس المرشدين الزراعيين والتصاصيل وغاية النباتات، إنك في المزرعة بتاعتك تعمل مكافحة متكاملة، مثلا أنواع معينة من الطيور بتغذى على أنواع معينة من الحشرات، أنت تربي الطيور دي قريب من الحق، لأن هي حتكافح الحشرة ممكن تصيب النبات بتاعك، أو في أي كائن حي آخر عنده تأثير على كائن حي آخر وبيقدر يعني يقلل من الأضرار بتاعته، أنت في نفس الوقت تزعل هذه الكائن الحي في الحقل بتاعك. يحب نسميها المكافحة المتكاملة integrated pest management. مدينة الحق أنت بتستخدم المكافحة البيولوجية أو المكافحة المتكاملة دي عشان تقلل المخاطر بتاعت استخدام المواد الكيماوية والأسمدة والأشياء زي دي. فدي توصيات صدرت من منظمة الأغذية والزراعة، وممكن جدا يعني مثلا في يعني في بيئة زي السودان اللي هي مثلا محتوية على أراضي زراعية خصبة جدا وكميات كبيرة والنظام بيئي لحد ما معافى، لأنه ما عندنا يعني التلوث الصناعي الكبير، يعني صح في تلوث لكن يعني ما زال بيئتنا ممكن تسمح بانه احنا نزع يعني لاستخدام هذه الانواع من المكافحه. الاشكاليه بتكمن في انه المزارع المساله بالنسبه له هي مساله زمن، وزي ما بقول لك انه هو بيكون عايز تو جين كوست باسرع ما يمكن، فيعني بيكسر من استخدام هذه الانواع من الاساليب باعتبار انها بالنسبه له بتستهلك زمن، فبيلجا بسرعه سريعه إن هو عايز يستخدم المبيد وعايز يستخدم المادة الكيماوية لأن هي أسرع وبالنسبة أنجع من الأنواع الأخرى. الحاجة الثانية عندنا حاجة اسمها المؤسسة الزراعية الجيدة أو الـ Good Agricultural Practices، اللي هي نوع كل يعني نوع من الـ Hygienic Practices، فيها نوع من يعني Sanitization للحقل نفسه، للتربة، للنبات، للآدم، البني آدم نفسه، الشغلات الحقل، يعني حتى في من بين الشغلات الحقل سواء كان مزارع أو عامل بتاع حصاد أو عامل في الترحيل whatever، دي كلهم في ممارسات معينة هم يجب اتباعها، الهاندلينج نفسه من الحق، التخزين، الأشياء زي دي. once إن العمل بصورة صحيحة رعينا فيها الجانب تحت الهايدين والسانيتايزيشن، بنقلل تماما من استخدام المواد الكيماوية، لأنه مشكلة الزراعة في إنها يعني contamination وارد بالميكروبات بصورة كبيرة، يعني زي ما ذكرت هي أصل حاجة موجودة في البيئة، في النفع منها وفي الضار. الضار once إنه لقى بيئة ملائمة عشان يتكاثر منه فيها يعني حيكتر وحينشط. بنقلل من المشاكل تحت الميكروبات الضارة بإننا نتبع الممارسات اللي لها علاقة بالهايجين والسانيتيزيشن كده. otherwise إذا ما عملنا الحاجة دي ده معناته إنه حنسمح للفطريات، حنسمح للبكتيريا الضارة، أو قد تكون هي نشأت أصلاً لأنه هي موجودة في البيئة ولقيت درجة الحرارة المناسبة، لقيت الPH المناسب في النبات وقامت نمت ونشأت فيه. فنحن لما نعمل الممارسات الزراعية الجيدة يعني تدي من استخدام بذور معينة مخبرة هي نظيفة وذات محتوى ديني جيد، ما مكررة في الاستخدام، ما تعرضت لأي مخاطر بتاعة تحويل وراثي أو whatever، ده معناته إن إحنا من الأول استخدمنا بذرة يعني فيها level من درجة السيفتي. بعد كده في حياة تانية متعلقة بمياه الريم، متعلقة بالتربة نفسها، كيف نعرضها للشفاف، يعني مسألة التقليب، تعرضها لأشعة الشمس، ويعني في مؤسسات معينة كده بتعمل في الحق بتقلل من الآثار السالبة للمكوات الموجودة في التربة ممكن تضر بالنبات.
فدي توصيه منظمه الاغذيه والزراعه بانه نتبع المؤسسات الزراعيه الجيده، نتبع المؤسسات اللي علاقه بالهايجين والسنتايزيشن، في نفس الوقت نحاول نستخدم المكافحه المتكامله اللي هي انتجيت بس مانجمنت، او نستخدم المكافحه البيولوجيه بالاضافه لبعض الاشياء الاخرى ممكن تغير تماما من الميس يوز بتاعت الكيميكالز. وبعدين زي ما ذكرت انه ونس احنا تفادينا المرحله دي تأمين زي انه حتى الحيوان اللي حيتغذى على النبات بيكون سليم ومتعافى. والتغذيه هي اساس الصحه، يعني التغذيه بمعنى شنو؟ يعني تتناول مش كم هائل من الغذاء يعني تحزب الشبع، لكن حتى الماده الغذائيه تكون متوفره، التركيبه الجينيه للنبات نفسه ممكن تكون لازم يجب انها تكون سليمه. اذا يعني ممكن اضرب لك مثال، ممكن حسه فور اكزامبل تستخدم الفلفل الخضراء معروف انها غنيه بفيتامين سي مثلا، فيها انتي اوكسيدنتس، فيها كذا كذا وكذا، من ناحيه بتاعت نوتريشن ممكن تكون مغذيه. لكن اذا كانت الفلفل دي مثلا تحتوي على جين وراثي، اللي هي التحويل الوراثي هو عباره عن انك تستخدم جين بتاع مايكرو اورجانيزم يدخله في النبات غير الطريقه التقليديه اللي احنا نعرفها بتاعت التهجير العادي او التراسكاتيك العادي، فبيستخدموا جين معين من مايكرو اورجانيزم يدخلوه في النبات عشان يدي خاصيه معينه. طيب انا بالنسبه لي الفلفليه دي من حيث المضمون بتاعها ممكن يكون شكلها جميل، حجمها كويس، لونها زاهي، النيوتريال كونتنت بتاعها فيها لان عالي، فيها فيتامين سي عالي، فيها انتي اوكسيدنتس، فيها كل الفيتامينز اللي محتاج عليها، هي مغذيه نعم. لكن ونس ان احتوت على جين بتاع مايكرو اورجانيزم التركيبه الوراثيه بتاعتها متغيره، ده مينز ان هي بتشكل خطر بالنسبه لي. ومعروف انه مثلا الاغذيه المحوره وراثيا هي ليتر اون لقدام بتسبب الحساسيات، ممكن تسبب طفرات جينيه بالنسبه للانسان نفسه. فأنا يعني الحاجة اللي عايزة أوصلها إنه نحن لما نستخدم أنا بقول على تكاوي محسنة سليمة طبيعية، دي أولى الممارسات الجيدة نحن المفروض نتبعها في الحق كويس، يعني بنضمن إنه ما فيها أي مايكروبيز ثاني، ما فيها أي شكل أشكال الخطر اللي ممكن تأثر على صحة الإنسان ليتر أون. بعد كده المويه نفسها المستخدمة تكون مويه نظيفة، الحقل يكون راعي فيه كل الجوانب تحت النظافة المطلوبة والتعقيم المطلوب، حتى التعقيم بأشعة الشمس يعني ما لازم يكون تعقيم بحاجة ثانية، والعاملين على الحقل نفسهم يكونوا بيتبعوا الأشياء دي. إذا عملنا الحاجة دي بيكون قللنا الخطر بتاع الأمراض الميكروبية والفطرية والأشياء الثانية، وبالتالي قللنا استخدام الميس يوز بتاع الكيميكالز والمبيدات وكذا، ويكون قللنا الميديشن وقللنا الإفراط المفرط الاستخدام المفرط للأشياء دي. ودفرة دي بيكون حافظنا على صحة الحيوان اللي هو هيتغذى على النبات، وحافظنا على صحة الإنسان اللي هو ليت آن هيتغذى عليه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فدي يعني توصية أنا بفتكر إنها هي حاجة مهمة جدا، وممكن من الخطوات الأساسية اللي حتساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاعت الأنتيميكروبيز. تمام. طيب في أكثر من مداخلة حول الموضوع تداخل التخصصات، فحنعرض الصورة هنا، والدكتورة ضحى ممكن توضح لنا موضوع تداخل التخصصات ده. دكتورة ضحى تفضلي. شكرا دكتور أنور. طيب علي صوتك كده صح؟ تمام كده واضح؟ واضح هنا. طيب إذا لاحظنا إخواننا هنا عندنا دورانتين، أيوة يكون ممتاز كبرتها. طيب في دورانتين، دائرة صغيرة على اليمين ودائرة صغيرة أو دائرة كبيرة على الشمال، اللي هي دي بتورينا التداخل اللصيق بين التخصصات الثلاثة إحنا هسه بنتكلم عنها، اللي هي قطاع الإنسان الصحة والقطاع النباتي والقطاع الحيواني. زي ما ذكر الدكتور علا قبل شوية إنه سواء الإنسان أو الحيوان في النهاية بتغذى على النباتات أو الزراعة، فبنلاحظ هنا في أقصى الدائرة اللي هي أقصى الشمال هنا دي الحيوانات ودي الزراعة، وكلهم النازل حنتكلم في إطار إنه في مشكلة بتاعت استخدام غير رشيد للمضادات الحيوية، فسواء قطاع نباتي سواء قطاع زراعي في سوء بتاع استخدام بتاع المضادات الحيوية حقنوا الحيوانات بالمضادات الحيوية دي أو في الزراعة زي ما شرح الدكتورة علا. ده بعد ذلك حيجي الإنسان حيتناول الغذاء، حيتناول النبات يعمل من الخضار بتاعه، حيتناول الحيوان اللحوم أو الأسماك الألبان البيض، فدي بطريقة مباشرة جدا هو تناول كمية زي ما قال دكتور بروف يحيى اللي هي subclinical dose من المضادات الحيوية خش جسمه، دي عن طريق مباشر عن طريق الطعام. عن طريق غير مباشر اللي هي بتكون عندنا الحيوانات دي بتكون عندها الفضلات بتاعتها بتنزل في التربة، بتخصب التربة، ممكن تتلوث مع المياه، المياه دي بحيجي تعامل سواء كان مخصبات تربة سواء التربة أو سواء المياه اللي هي بتعامل فيها في الإنسان اللي هي بيزرع في التربة دي ممكن يتناول من المياه دي، خصوصا إذا كانت المياه
ما نظيفة. إذا الإنسان يتناول يتعامل مع التربة، يتناول المياه الغير نظيفة دي، معناه اوتوماتيكلي كده بدأ يتناول كميات من المضادات الحيوية بطريقة برضو غير مباشرة، واللي هي بطريقة غير مباشرة عن طريق الحيوان، عن طريق النبات، عن طريق البيئة اللي هي التربة والمياه، يتناول برضو كميات من المضادات الحيوية. وده طوالي مع مرور الزمن والتراكم بتاع الكميات من المضادات الحيوية دي بيبدأ بياخد كميات كبيرة، وهنا طوالي الجسم بيبدأ الميكروبات بتعمل مناعة من الكميات اللي هو تناولها في جسمه، أو بطريقة مباشرة طوالي إنه هو ذاته الإنسان يتناول مضادات حيوية بطريقة غير رشيدة، غير سليمة، خاطئة، وهو طوالي كده ساهم في إنه يساهم في إنه تزيد المقاومة بتاعت المضادات الحيوية. طيب زي ما قلنا الخطر بتاع المضادات الحيوية أو المقاومة ضدها ما بيقتصر على الفرد، يعني إذا افترضنا إنه هو إنسان بس هو لا بقول له شنو يعني عنده عناد ومصر انه مع اي نزله بسيطه او رشح او حاسه ببطنه وجعته يمشي يجيب الفلاجيل وياخذ المضادات الحيويه، الخطر ما بيقتصر عليه هو براهو، لانه هو ممكن ينقل البكتيريا المقاومه دي بطريقه مباشره او غير مباشره للمجتمع اللي حواليه والناس اللي حواليه، فالضرر بيمتد لكل المجتمع. حيعيا، حيمشي المستشفى اللي هي دي الدورانيه اللي على يدنا اليمين الصغيره، حيمشي المستشفى، المستشفى ذاتها هي بيئه، لانه يعني في المستشفى بيجوا كل الناس العيانين، يعني عندهم كل انواع البكتيريا والميكروبات والطفيليات والفطريات كلها موجوده في المستشفى، والمستشفى اصلا بيستخدموا كميات مهوله من المضادات الحيويه، في منها البسيط وفي منها المعقد والقوي شديد. فعاده عشان كده بيقولوا انه حتى المرضى التوصيات الجديده للممارسات الصحيه انك ما تقعد العيان مده طويله في المستشفى، ليه؟ عشان ما تعرضوا لخطر انه يلقط له عدوى من المستشفى، وعاده العدوى اللي زول اللي بيلقطها من المستشفى بتكون اللي هي المقاومه دائما عاليه جدا، فخش المستشفى يا اما هو خدت البكتيريا المقاومه في المستشفى او لقطها من المستشفى وطلع من المستشفى يلا ونقل طوال الحاجات دي البكتيريا دي المقاومه لباقي المجتمع، وهكذا بتكون الدورانيه دايره. فاذا بنلاحظ انه في ارتباط وثيق جدا بين الثلاثه تخصصات الانسان النبات الحيوان، ما ممكن نهاية إحنا نقدر نعالج المشكلة من جهة واحدة وننسى باقي التخصصات الثانية أو القطاعات الأخرى. عشان كده واحدة من الاستراتيجيات للخطة العامة اللي اتكلمت عنها دكتورة ريان ممكن تستفيد وتشرح باقي النقاط الثانية، لابد من تضافر الجهود، ما ممكن تمسك قطاع بمفرد وتخلي باقي القطاعات الثانية. إذا الناس ما كلهم اشتغلوا مع بعض، القطاع الصحة الإنسان والنبات والحيوان والبيئة، ما حنقدر نحل المشكلة دي. وبالمجتمع بالنسبة لنا بيمثل حلقة أساسية شديد، الوعي 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 دي أهم حاجة بتقدر لحد كبير تكسر لنا الدائرة المفرغة اللي إحنا دايرين فيها دي. حنجي على آخر السيشن إن شاء الله ممكن نتكلم عن التوصيات والرسائل لكل جهة. أيوة أنا شايف، لكن نسي موضوع الـ Center for Disease Control and Prevention، يعني نسي صورة جاية من CDC الكوري، يعني إحنا ما عندنا Center بتاع Disease Control ولا يعني عشان يقدر يتحكم في كل الحاجات دي. يعني قبل لما سألت أنا بروف يحيى قام قال لي أخدي والله بيجعد ناس الصحة، سألنا ناس الصحة قالوا لي والله دي الناس الزراعة. أنا كمواطن عادي داير والله حتة واحدة زي ما بقولوا أقدر أعرف طوالي القصة دي وين المستويات بتاعتها، الريبورت بتاعها والمناشير بتاعتها اللي بقدر أنا أسيق فيها وأعرف مفروض أعمل شنو. وده بيسوقنا للسؤال بتاع الخطر بتاع المقاومة مع كوفيد 19. نحن الليلة دي في الموجة الثانية اللي هي شكلها خطيرة جدا، وكمية بتاعت وفيات الفيسبوك يعني زي بقول بيجي اسمه الديسبوك، كل يوم نحن يعني فواتح من بداية النيوز فيد لحد نهايته. شنو الخطر ممكن يكون موجود مع 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 كوفيد 19 المقاومة، البروتوكولات العلاجية وكده؟ دكتور ضحى ممكن تورينا على الحتة دي؟ تمام. طيب الكوفيد 19 اول حاجه هو نعرفه هو شنو، هو فيروس، فلما يخش الجسم هيعمل كميه من الاعراض، قد تكون الاعراض بسيطه وقد تكون خطيره وتؤدي لمضاعفات، وفي كثير من الاحيان زي ما هسه بنلاحظ زي ما قلت في الفيسبوك او حتى بنسمع من الجيران انه بتؤدي لوفيات كثيره. لكن الخطر هنا بيجينا من انه شنو الخطر على المضادات الحيويه بالذات، انه الناس بتستخدم المضادات الحيويه لعلاج او للوقايه من الكوفيد 19. للأسف إنه الكوفيد زي ما قلنا هو فيروس، والمضادات الحيوية دي صممت لعلاج البكتيريا وليس للفيروسات. الفيروسات إلا في حالات محددة، الـHIV مثلا عندها علاجات اللي هي اسمها مضادات الفيروسات، لكن بالنسبة لنا عادة الالتهابات بتاعت الجهاز التنفسي العلوي النتيجة للفيروسات ما عندها علاج، ما عندها دواء بيدوا لها كده
زي المضاد الحيوي، زي علاج الملاريا، زي علاج الفطريات، ما عندها، بيكون زي ما بقوله كله علاج supportive treatment. لكن بنجي نلقى الممارسات اللي هي موجوده عندنا في المجتمع، انه تقول لا والله اول ما مثلا الموجه ضربت سواء الاولى او الثانيه بتاعت الكوفيد، الناس بتمسكها حاله من الهلع، بيجوا على الصيدليات يشتروا المضادات الحيويه يخدوها لوقايه، كان تحسبا كان جاتنا، او اول ما حصل بحاجه بسيطه طوالي على المضاد الحيوي. انت اذا بتحارب يعني بتحاول تقي نفسك من حاجه، او بتحاول تعالج في حاجه بحاجه مختلفه تماما عنها، ما بتعمل اي حاجه، ممكن يكون عندها تاثير زي ما بقولوا نفسي اكثر، لكن تاثير علمي لما نيجي نحلل ما بكون عندها تاثير، لانه زي ما قلنا ده فيروس وده بكتيريا، فانت بس بتخط كميه من مضادات البكتيريا في جسمك، ما عندك لها حوجه حقيقيه. عشان كده دائما لما تحس بالاعراض دائما بينصح انك شنو اللي هي بعد ما تتصل بالجهه المسؤوله وتصل المستشفى، بنيجي نقول انه بعض مرات ممكن يكون عندك العيان ممكن يكون عنده كوفيد بالاضافه لانه عنده اعراض، عنده التهاب ثاني، التهاب بكتيري. الحالة دي هنا بيتم صرف المضاد الحيوي له، لكن ما للكوفيد، لا، الالتهاب الثاني الموجود عنده سواء كان التهاب بكتيري او التهاب طفيلي. لكن الكوفيد لانها هي فيروس ما عندها علاج بتاخر لها مخصوص يعني للكوفيد 19 او لانواع الفيروسات الثانيه اللي بتسبب الالتهابات الرئويه. فدي حاجه مهمه شديد احنا مقدرين نتفهم انه في حاله من الخوف من الهلع في المجتمع، النظام الصحي بتاعنا ما كويس، لكن احنا بنحاول نقول انه دائما الوقايه اخواننا خير من العلاج. بدل انا اجيب املي جسمي بالسموم وبمضادات حيويه على المدى البعيد ممكن تعمل لي مشاكل، ممكن انا شخصيا تعمل يعني عندها اثر يعني ممكن تاثر مثلا على الكلى، تملي جسمي بمضادات حيويه تكون مقاومه تاذيك انت وتاذي المجتمع وتاذي للاجيال الجايه اللي قدام، انت من الاساس التزم بكل المحاذير، خلي اصلا الكوفيد ما تجي. وده برضو بيودينا غير الكوفيد يا اخوان، احنا هسه الشتاء على الابواب، فغير الكوفيد ممكن يكون في الالتهابات والنزلات اللي بتجي مع الشتاء، كذلك النزلات دي كلها يا اخواننا اكثر من 70-80% من النزلات اللي بتصاحب الشتاء هي فيروسيه. بالضبط، الفيروس ده ما بديه اي نوع من المضادات الحيويه، الناس بتقول لك الثلاثه حبات ولا زيثرومايسين والاموكلان والكيميات دي كلها ما صحيحه، ممارسات خاطئه جدا، انت بتنهك جسدك، بتنهك صحتك، بيتعرض المجتمع لخطر بتاع مقاومه، وبرضه بتنهك جيبك بانك انت بتمشي تشتري حاجات ما في حوجه لها. اخذ بنادول، نزل بيه الحمى اذا موجوده، اخذ راحه، التغذيه الكويسه، السوائل، فيتامين سي، دي حاجات دائما بوصى بها في كل انواع الالتهابات الفيروسيه المنتصبه للجهاز التنفسي. لكن تماما ممارساتنا مع المضادات الحيويه خاطئه. بتجينا برضه زي الفلاجيل، الفلاجيل ده الزول يعني حدث ولا حرج. اي زول السودانيين دل عنده ممارسات كثيره في الاكل بتاعتنا خاطئ، اول ما حس باي كركبه في بطنه طوال يمشي يدي الفلاجيل، الفلاجيل ده كذلك برضه مضاد حيوي، استخدامه العشوائي جدا ده يعني هسه في ناس يقول لك لا الفلاجيل ما بيعمل لي حاجه، اي كركبه في البطن دي حتى التسمم بتاع الاكل ده الناس بتدي عليه الفلاجيل، وده كلام خاطئ جدا يا اخوانا. ما ممكن الفلاجيل ده ما بيدوه بالطريقه دي الا تكون في انواع محدده من البكتيريا وهي حساسه للمضاد الحيوي اللي هو الفلاجيل ده، حتى على ضوء احنا نهدي الفلاجيل. فعندنا ممارسات كثيره خاطئه محتاجه تتعدل، محتاج دائما خلي اللي هو زي ما يقولوا الجايد بتاعك انك استشاره الطبيب، الطبيب ذاته عنده بروتوكولات علاجيه سواء كانت محليه سواء كانت عالميه هو بيتبعها، يشوف الالتهاب هو شنو، يبدا بالحاجه الابسط حاجه، ما يمشي باقوى حاجه. وده بيوديني انه برضو اللي هو ده البحث اللي كان اشتغلناه مشترك عن موضوع الانتي مايكروبيال ريزيستنس، القطاع النباتي والحيواني والصحه بتاعت الانسان. فعندنا بنقول في الصحه في ثلاثه لاعبين اساسيين في الموضوع ده، عندنا كمقدم خدمه، عندنا الطبيب اللي هو بيقدم الخدمه الممكن هو اصلا يصرف الدواء، فبشان كده بنقول للطبيب زي ما قالت جمالي الدكتوره ريان بيبدي المظله بتاعت المضادات الحيويه، وده خاطئ تماما. اللي هو انا المفروض اول حاجه اصل للتشخيص الصحيح للمريض، المريض ده عنده ياتي نوع من انواع الالتهابات او الامراض، وابسط دواء انا ممكن اديه شنو، ما ببدا باقوى حاجه، ومحتاجه اذا محتاجه اي استخدام بالنسبه لي للمضاد الحيوي انا المفروض ازرع اشوف النوع، يعني اول حاجه احدد بكتيريا ولا فيروس، فيروس ده معناه ما محتاج اصلا نوع من انواع المضادات الحيويه، اذا بيد بكتيريا ياتي نوع من البكتيريا وهي حساسه او بتستجيب لياتي نوع من المضادات الحيويه، بيتعمل التزريع بيجي كميه لسه من الادويه اللي هو ممكن يستجيب لها، فبتلقى فيها الدكاتره بيمشوا طوالي لاقوى نوع من المضاد الحيوي، لا انا ببدا بابسط حاجه لانه عاده هو التزريع ظهر انه هو بيستجيب له، فليه انا امشي لاقوى حاجه؟ بخلي بحافظ على الدواء القوي ده في الحالات الطارئه جدا، في الحالات المعقده حتى انا امشي له.
وببدا هكذا خطوه بخطوه. فاذا بنناشد كل الاطباء انه لابد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجيه المحليه والعالميه حسب المتوفر بالنسبه له للمرض المحدد، وتعمل التزريع بالنسبه للمريض حسب التشخيص او حسب الاعراض اللي جات، وتشوف روحك ماشي عليها اتجاه تزرع، محتاج تزرع دم، محتاج تزرع بول، محتاج تزرع فصحى وهكذا، عشان تصل للتشخيص الصحيح وتدي ابسط نوع من انواع الادويه اللي ممكن يستجيب لها المريض من غير ما يؤدي اثار جانبيه على المريض او حالته تدهور. كذلك اخوان الصيادله اللي هم دول بيعتبروا نقاط الناس ممكن تتناول منها المضادات الحيويه، اللي هي برضو ذكرت توريان، محتاجين يكون عندنا قانون يمنع صرف المضادات الحيويه زي ما بقولش اوفر ذا كاونتر من غير روشته. فبتجي حتى لما تجي في الصيدليه تلقى في مرضى بيجي بيقفوا للصيادله، يا انا حيجي واجعني، عندي وجع في هنا، والله نخليني كعبات، فده طوال زميلنا الصيدلي يقوم يديه طوال المضاد الحيوي هكذا كويس، ولا يقول لي يا اخي نقوى حاجه انت بس خليني انتهي تعبان انا، ولا عندي شغل ما بقدر اغيب، ولا وده كلام خاطئ تماما. انت اذا ما مشيت للطبيب ما محتاجين تماما ان احنا ناخذ الاستخدام العشوائي والصرف العشوائي للمضادات الحيويه في الصيدليه من غير روشته، لان في النهايه هي دي سموم. المضادات الحيويه دي عباره عن سموم بيتم استخراجها من البكتيريا نفسها، بتتزرع بيتم استخراج السموم ده وتتعمل يعني بروسيس محدده، وبعد ذلك بيتم اخراجها في شكل الادويه دي. عشان كده نحمي نفسنا ونحمي المريض نفسه من انه نحن نصرف له ويعني نديه الحاجه اللي هو دايره. كذلك برضو الطرف الثالث اللاعب الثالث في المجموعه دي اللي هو المواطن نفسه. فالمواطن نفسه بيعمل نوع من الضغط على الطبيب ونوع من الضغط على الصيدلي، بيمشي للدكتور، لا يا دكتور انا الحبه ما بتنفع معي، الا تديني الحقنه مضاد حيوي قوي، انا عارف عيايي ده بس الا بالدواء الفلاني، الا بالحبه الفلانيه، الا بالحقنه الفلانيه، ودي ممارسات خاطئه جدا بتخوض في الدواء. وبعد ذاك لما حتى كمان بيجي في زي ما بيقولوا في نوع من الترند بين المواطنين، بيجوا بعينه ده دكتور فلان ده النوع ده دكتور ما بيكتب مضاد حيوي، راح نغيره نمشي للدكتور الثاني، او دكتور فلان ده بيكتب دواء قوي شديد يا زول الكم ده بالرمده، فاحسن لنا نمشي لهم. فهو بيجي بطريقه غير مباشره بيدي يعني بيضغط على الطبيب وبيضغط على الصيدلي انه يديه الدواء اللي هو المريض هو حاسب نفسه هو احسن له من غير ما يعمل اي فحص. قد تكون اعراضه دي لحاجه ثانيه لاخطر ثاني، فلانه في تشابه كثير بين الاعراض دي وامراض كثيره جدا. عشان كده دائما بننصح المواطن ما تاخذ علاج من غير ما تستشير الطبيب، ترجع على الطبيب. واخونا الصيدلي ما تصرف من غير روشته، واخونا الطبيب رجاء اعمل تقييم كامل للمريض، تاريخ مرضي كامل، كشف سريري كامل، انفستيجيشنز كامله، تعمل تزريع وتشوف ابسط حاجه، ما تمشي لاقوى حاجه لانه ده بيرهق النظام الصحي، بيرهق الاقتصاد، وبيرهق المريض سواء نفسيا او فاينانشال برضه. فنتمنى ان كل الناس، فاللي هي المرجع ثاني للنقطه اللي قالتها دكتور ريان، التوعيه رقم واحد، سلاحنا رقم واحد التوعيه على كل المستويات، على مستوى الصحه، على مستوى الزراعه، على مستوى النبات الحيوان، والمواطن جزء اساسي في الموضوع ده. تمام دكتوره، يعني موضوع كلام نصائح مهمه جدا جدا، فهنا طوالي بيسوقنا للمحور الاخير في قبل الحلول والنصائح لكل القطاعات اللي نسمعها، لان اعرف الجهود المبذوله لمكافحه المشكله بتاعت المضادات دي شنو بالضبط. يعني في ميتيجيشن كده زي ما بيقولوا للريسبونسابيلتي من جانب الجهات المسؤوله، في انه يقول لك يا اخي الوعي. انا افتكر انه الوعي ده يعني لو خلينا الموضوع على الوعي، في حاجات كثير جدا في الدنيا دي كانت افضل، كانت صحتنا بقت افضل، كان اكلنا اكل افضل، كان مارسنا رياضه، ما دخلنا، ما سكرنا، كل الحياه اللي بتسبب لنا مصايب بتخلينا اتريسك كان بالوعي كان حصل، لكن ما بتحصل. فبالتالي لازم يكون في قانون وبانشمنت وريورد، والله يخلي العصا والجزره. فدارين نعرف شنو الجهود المبذوله من الثروه الحيوانيه لحد الصحه لحد الغذاء وكده. فبروف يحيى ورينا شنو الجهود المبذوله في الموضوع ده. يعني يا ريت تعمل ام ميوت لنفسك لو سمحت. طيب شكرا جزيلا. انا ده ارجع ورا شويه، لانه طبعا زي ما قلت الاي ام ار انت بكره لسان اصبح مشكله عالميه، يعني وبعدين ما في بيريه، يعني ممكن تغير من دوله لدوله، من دوله فقيره لدوله غنيه. عشان كده الجهود كانت دوليه،
يعني بنفس الغدر احنا الحريصين انه نقاوم الانتي ميكروبي ريزيستنس في السودان بنفس الغدر. الدول حتى المتقدمه عندها بينفيت انه يكون في كنترول في السودان لانه ما في بريا. لهذا الاساس يعني الامم المتحده والمنظمات بتاعتها اتبنت انه تكون كسبورت للدول انه تعمل ديفلوبمنت للناشونال اكشن بلان. يعني كل دوله تضع خطه واضحه اللي هو مجابهه مغابه الميكروبات المضاده الحيويه. الحكايه دي طبعا دي كلها بتصب في الون هيلث ابروتش. يعني حسب ما نقدر نشوف ما بنقدر نعمل ديماركيشن بين المجهودات اللي عملناها احنا في الثروه الحيوانيه وناس الزراعه وناس الصحه، لانه شغلنا كله كان جوينتلي. يعني من سنه 2015 كان شغل جوينتلي، وبدليل حتى عندنا حاليا مشاريع مشتركه. يعني في مشروع بتاع اللي هو ترايسايكل سيرفيلان اي اس بي ال اي كولاي دعمه كومبليتلي وزاره منظمه الصحه العالميه، لكن شاركه صحه الحيوان والبيئه. اضافه لكده في برضو اكثر من مشروع مشروعين، لكن انا اقول الجهود المبذوله حاليا من قبل اللي هو سواء كان وزاره الثروه الحيوانيه او وزاره الصحه او وزاره، يعني الناس كلهم في طور انه يعملوا اول شيء يعملوا اويرنس جدا للناس في تدريب في مشاريع بتاعة توعية بايلوت بروجكت يعني اتنفذت. حاليا في مجهودات بتاع اللي هو ابجريد لللابس سواء كان في الهيومن ولا الانيمال يعملوا ابجريد. احنا بدورنا في صحة الحيوان يعني لقينا دعم من منظمة الفاو او من منظمة فيلم الخيرية سواء الفاو، قدرنا نعمل تدريب للناس في كيس في حتات اللابوراتوري بالذات. عملنا سبورت بإكيبمنتس بمعدات، لأنه تلال لو ما لأنه من أهم شيء يعني زي ما قالوا من بعد الأويرنس طوال في السيرفيلان والريسيرش، لأنه ده لازم تعرف الإكستنت بتاع المشكلة ذاته. دار تعرف الإكستنت بتاع المشكلة لازم يكون في سيرفيلانس. في سيرفيلان معناه في داتا، الداتا دي ذاتها بتكون ريليبل، لازم تعمل أبجريد لللاب بتاعك يكون حسب الستاندر. يعني القضية كلها متكاملة، لكن إحنا تبيلت من البيز. أنا أخلي للحظة دي إحنا ماشيين بصورة كويسة بسابورت من المنظمات الدولية، لكن للحظة دي ما شفنا من القبر من حاسة، وكان القبر من الحالية أو القبر من السابقة. يعني كلها مجهودات بتاعت أكاديميين وناس تقنيين، ناس حابين إنه فعلاً يعني كوميتد للمشكلة دي وحاولوا تكونتريبيوت. يعني من جانبنا نحن خلي محظوظين شوية من ناس أخواننا في وزارة الصحة، زي ما قلت لقينا سابورت. سبورت عملنا تأهيل لللابس، عملنا ترينين للناس، عملنا سيرفيلان بلان للأجريكالشر سيكتر والأنيمال هيلث، حندخل اللابوراتوري انفورميشن سيستم، عملنا مجهودات اللي هو نعمل اللي هو أكريديشن لجزء من اللابس بتاعتنا. وبل إضافة لكده برضو يعني في الفترات الفاتت دي 2018 2019 حاليا 2020 كنا ساهمنا في الواو. يعني الواو بشتى الطرق، يعني حاليا الايفنت ده طبعا جزء من الاكتيفيتي بتاعه الواو. السنه اللي فاتت عملنا بوسترز، عملنا الواو اللي هي شو بس يا ريش عشان الناس ويرلد اويرنس ويرلد انتي مايكروبيال اويرنس ويك، الاسبوع العالمي للتوعيه بالمضاد، الاسبوع ايوه الاسبوع اللي هو العالمي للتوعيه بمخاطر المضادات مغامة المقربات للمضادات الحيوية. وزي ما شفت الشغل بتاعنا جوينلي، يعني حسة هنا بضمنا زراعة الثروة الحيوانية، ومعظم الاكتيفيتيز اللي بتتم أو الصيد برضه بتتم جوينتلي، لأنه زي ما قالوا المشكلة مشتركة ومتبنية ثلاثة أورجنايزيشن: الصحة العالمية، صحة الحيوان العالمية، الزراعة والأغذية، والاكتيفيتي بالتنسيق. يعني في كوردينيشن، جود كوردينيشن بين الثلاثة سيكتورز، وكل البروجكت يعني بتكون معزولة، بتكون كلها انتجريتد. يعني مع لأنه لو حلينا زي ما قلنا الجانب بتاع الهيومن وخلينا الانيمال ما عملنا شيء، حل والبايس فيرس يعني. فلازم الحل يكون للثلاثة سيكتورز، لأنه في انتر اكشن بين انفايرومنت والانيمال والهيومن. يعني ما بتقدر تفصل بيناتهم الثلاثة دي. نعم. طيب انت يعني مرتين ذكرت انه ما في اي كونتريبيوشن من الحكومه في اتجاه الموضوع ده،
والمعروف انه الميزانيه الموازنه بتاعت 2019-2020 دي كانت قائمه على دعم الصحه والتعليم وكده، وجينا شفنا انه مثلا في الكتاب المدرسي قالوا ما في قروش لطباعته، وبيجي في الصحه هنا ده ما كان زي ما واضح يعني، في كثير من الاحيان المستشفيات قافله في الوقت الناس المحتاجه لها في الكوفيد 19، وكذلك الدواء ما موجود، وفي في في مشاكل كبيره جدا جدا. فده يعني raises questions كبيره جدا جدا في انه يا اخي اين وزاره الصحه، ولا وين المسؤول من صحتنا يا 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 مواطنينا السودانيين؟ دي مشكله كبيره جدا جدا لازم الناس تكون عارفها. طيب الجهود شنو يا ريان؟ دكتور ريان يا ريت لو وريتينا الجهود المبذوله، زي ما ذكر بروف يحيى انها فعلا هي ملتي ديسيبلينري ابروتش، هوليستيك ابروتش، كل الناس داخلين مع بعض، لكن بيكون كل زول كده سبيسيفيك في السيكتور بتاعه يكون عارف الجهود. ثاني حاجه تذكرت كبير الخمسه حاجات اللي هي ما فيها قانون، يا ريت لو برضه الابريتد في الحته دي شويه، تفضلي. طيب هي فعلا هي وان هيلث ابروتش زي ما قلت، وفيما يتعلق بالخطه القوميه لاحتواء مضادات مقاومه المضادات الحيويه او مقاومه مضادات الميكروبات، هي بتتعلق بخمسه استراتيجيات اساسيه. الجانب الاول هو الجانب التوعوي، وهو بتنص على انه رفع الوعي والتعليم تجاه مشكله خطر مضادات الحيويه بالنسبه للعامه وبالنسبه للبروفيشنال. العامه عن طريق البرامج التوعويه، عن طريق الحملات التوعويه الفيس تو فيس ادوكيشنز. كان في كميه من الجهود اتعملت من وزاره الصحه لاربع سنين فاتوا، فيها كميه من الدكاتره والصيادله كانوا متطوعين، ومن هنا انا بحييهم كل الحاسين بالمشكله، دكاتره وصيادله ونيرسز، كل الناس كانت بتمشي بتوعي عن المشكله، وبتصل الناس في محلهم عشان توريهم المشكله. كان في كمية من المحاضرات اتعملت للخريجين الجداد في المجالات الصحية، واتعملت في كورسات الامتياز بالنسبة لمشكلة المضادات، مشكلة الصرف ومشكلة الوصف. في كمية من الورش اللي اتعملت، في تقريبا مداخلات ثابتة بقت عشان نطرق المشكلة دي. نجي للمحور الثاني اللي هو محور بتاع السيرفيلانس زي ما قال بروف يحيى، اللي هو انه هسه حاليا في خطوة كبيرة جدا متبنية منظمة الصحة العالمية، اللي هي انه رفع قدرة المعامل وخلق نظام ثابت للتقصي. في ريبورت بيترفع سنويا من هنا، بس للسنة دي، هو لو سنتين بيترفع، السنة دي بس ما اترفع لظروف الكوفيد 19. إنه الوضع حاليا، الوضع الراهن في السودان فيما يتعلق بالمقاومة، وضع اللابس، الكباسيتي بتاعت اللابس، البكتيريا ذاتها اللي عندنا شنو، والمشاكل اللي بتعلق بخصوصية السودان. المحور الثالث هو الانفكشن كنترول، برضو كان فيه مجهود كبير يتعمل في 8 مستشفيات كبداية، اللي هو انه تطبيق كل السياسات اللي من شأنها انها تقلل من مكافحة العدوى من الأساس، يعني من مفهوم البريفنشن. المحور الرابع هو المحور بتاع الاوبتمايزيشن اوف الدراج يوز، فيها اللي هي الانتي مايكروبيال ستيورشيب بروجرام، اللي هو تقنين او تقييد صرف ووصف واستخدام المضادات الحيويه في المستشفيات. ده مجهود كبير يتعمل، كان بالشراكه مع ولايه وزاره الصحه ولايه الخرطوم، يتعمل في 5 مستشفيات وكان فيه نتائج مبهره، حاليا برضو مستمر. المحور الخامس عالميا هو دي المحاور الاربعه الترقصه دي، هي دي محاور عالمية مطبقة محلياً. المحور الأخير هو محور الاكتشاف، وزي ما عارفين إن إحنا هسي حالياً ما عندنا، ما أفتكر إن إحنا من الناس المفروض نشتغل ميلي على الاكتشاف أكتر من الأربعة مع استراتيجيات الفوق، لأنه إحنا تقريباً بس للقصور، وزي ما قال بروف يحيى، بالإضافة لإنه إحنا الدعم دائماً بيجي من المكونات العالمية وليس المحلية. نرجع تاني للمجهودات اللي اتعملت في المجالات كافة، كان في برنامج اسمه Tailoring Antimicrobial Resistance، وده عمل لمدة سنة ونص في ولاية الجزيرة، وهو هدفه أنه أنت تعرف يتعمل على 3 فئات، اللي هو الدكاترة والصيادلة والمواطنين. كان تجربة بحثية بدت بتحديد الوضع الراهن، ثم بعد ذلك الناس رجعت تاني لنفس الحتة اللي اشتغلت فيها عشان تعرف الانترفينشن بتاعها ده والريزلتس بتاعته. فكان إنه تعرف الأسباب أو السلوكيات اللي بتؤدي لاستخدام المضادات الحيوية العشوائي وصرفها ووصفها، وكان مجهود كبير يتعمل
ادعم مع كافه الشركاء، مع وزاره الزراعه، مع وزاره البيئه، كل الشركاء. فكان مجهود كبير ادعمل في الفتره اللي فاتت دي، كل الجهود اللي اتعملت هسه حاليا ان شاء الله ما اكون نسيت حاجه، لكن حاليا هو برنامج بيجا شبه مستمر داخل اداره الصيدله الاتحاديه بوزاره الصحه الاتحاديه، اللي هو عندنا الكوردينيشن سنتر بالنسبه للناشونال اكشن بلان. نعم، شكرا جزيلا لك دكتوره. طيب هنجي للمحور الاخير قبل ما نفتح الباب للاسئله والاجوبه، الحلول والنصائح. شنو المفروض نعمل شنو يا اخواننا على اساس انه يعني غير موضوع التوعيه؟ انا التوعيه طبعا عندي فيها مشكله واحده بس بالنسبه لي، رغم انه بحبها جدا الناس تكون واعيه، ان unmeasurable، يعني you cannot measure. هسه انا واعي قدر شنو بالموضوع ده، ممكن اكون واعي والله to some extent، لكن في حته صغيرونه تايني بيت كده انا ما واعي بها، وتكون هي اهم حاجه، هي decisive factor في الموضوع المحدد ده، في المرض المحدد ولا الفيروس المحدد ولا كده. ثاني حاجه، ما في مضادات للفيروسات موجوده on the shelf، في مضادات للبكتيريا وكده. نحن في الكمبيوتر مرزقين عندنا انتي فايروس، لكن انتم ما عندكم انتي فايروس، فكيف الموضوع ده نقدر نحله؟ فشنو الحلول يا اخواننا؟ ادون الحلول بما فيها، لو كان الحل ممكن يكون القانون الاف دي اي، بما فيها الانفورسمنت، بما فيها تنشيط دور المجتمع نفسه يعني في الرقابه للقصص دي. اخواننا احنا شفنا نفس اللي جاء المقاومه دي موجوده في الترمبات وموجوده في المخابز، وساعدت في حاجة زي دي. إذا كان دي حاجة حناكلها نحن وهي في النهاية هي نفسها في كإنبوت فيها مشكلة، يبقى لازم الأولى إنه يكون برضو موجود رقابة شعبية في الموضوع ده. ثاني حاجة، تفعيل مثلا دور المجتمع المدني، جمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات اللي بنشوفها ما موجودة هسه حاليا. فنبدأ بقى بروف يحيى، تفضل. طيب والله انا بركت هربت من الاويرنس، لكن الاويرنس ده انا خلي لازم، لانه انت الليله المعرفه بالشيء مختلف من الاوير بالشيء يعني. فالاويرنس بيبدا من الناس الغايمين. احنا بالنسبه لل احنا مثلا كانيمال هيلث البياطره هم، احنا لو عملنا شاركنا في التيلر انتي مايكروبيال ريزيستنس هناك في مدن مع زملائنا وزميلات من وزاره الصحه، يعني عرفنا انه او اكتشفنا انه الفترينيري هو الاكتف، هو المين بلاير في الموضوع ده، يعني لانه هو ممكن يغير راي الزول الاونز انه يقنع انه يبدا التريتمنت بالنيرو سبيكترم بدل ما يبدا بالبروك سبيكترم. لكن في حاجه في كونفليكت اوف انترست، يعني انترستنجلي انه الفترينيري هو ممكن يكون بريسكرايبر، ممكن يكون ديسبنسر، وممكن يكون كونسيومر، يعني ثلاثه. في مجال الهيلس المعروف البريسكرايبر براهو، والديسبنسر هو الصيدلي، والكونسيومر هو المريض. لكن احنا الكونفليك انه الفيترينير ممكن يكون الثلاثه ديل، يعني يكون هو صاحب صيدليه وهو اللي بيوصف وعنده مزرعه، يعني الثلاثه هو بيلعب الثري بارس. بالنسبه لنا انه الفيترينيريان هو الكي بلاير في الموضوع ده، يعني التوعية بتاعته هو ذاته تكون أوير بالموضوع ده كويس، وهو بيقدر يقنع الأونة إنه يا أخي يعني ما في داعي تستعمل مثلا المضاد الحيوي، يعني في نيمونيا عادية. لكن أنا بعرج لك في النيمونيا والالتهابات الرئوية، يعني في تو في رأيين، يعني في رأي بيقول يدوا المضادات الحيوية مع اللي هو مع الفيرال انفكشن بالذات الريسبيريتوري تراك، لانه بروف يحيى توقف الاتصال من عندك، ما اعرف بروف يحيى ممكن لو هو مستخدم التليفون يكون جاوب اتصال ولا حاجه. طيب ريان، ممكن تاخذ الكلام من هنا لحد ما بروف يحيى يرجع، تفضلي. طيب أنا بالنسبة لي واحدة من أهم الحلول بالإضافة لموضوع التوعية اللي أنت ما بيه ده يا أنور، اللي هو إنه وجود السيستم. نحن زي ما شايفين إحنا كسودانيين في غياب للسيستم في أي حاجة في كل مناحي الحياة. فمبدئياً لو بقى في ريكورد، يعني غياب الريكورد في المستشفيات، يعني أنا الليلة لو عيان مشيت المستشفى ما حألقى فايل أو ألقى أي حاجة سواء كانت هارد أو سوفت تثبت أنا قبل كده دخلت المستشفى ولا لا، هل قبل كده تعالجت بحاجة ولا لا، هل عندي حساسية معينة هل غيره. فغياب الريكورد ده
دي حاجة مشكلة كبيرة. من هنا أنا شايفة إنه واحد مفروض يكون في قانون قبل القانون لصرف صرف أو وصف المضاد، المفروض يكون في قانون للريكورد لأنها بتساعدنا في إنه يكون عندنا داتا، عشان الكلام ده ما يبقى هو إن إحنا بنتكلم عن مشكلة بالنسبة لنا مجهولة أو مشكلة ما معروفة بالأرقام. دي واحدة من الـ من الـ من الـ من الحلول الكبيرة. أنا بشوف إنه وجود ريكورد للمرضى، وجود ريكورد سجلات طبية متكاملة سواء كان على مستوى الحكومة أو على مستوى الخاص، واحدة يعني بطريقة تكون هي مفهومة وبطريقة تكون معروفة وبطريقة اكسيسابل. اثنين، اهم شيء انه ان احنا يكون عندنا فهم للمرض ذاته، وانه يكون في كوميونيكيشنز واضح ما بين الطبيب وما بين الصيدلي وما بين العيان. واحدة من الحاجات اللي بتأدي لمقاومة المضادات الحيوية انه العيان ذات نفسه ما بيكون عارف انه مثلا الحبة دي الليلة لو بلحتها ممكن تعمل لك وجع بطن كأثر جانبي، الحبة دي لو بلحتها ممكن ما تبقى كويس إلا بعد 3-4 يوم. فهو بيمشي من غير معرفة، من غير إرشادات صحيحة أو توجيهات صحيحة، فبيبدأ في العلاج فبعد يومين بيقول لك العلاج ده ما نفعني وبيدعو ويمشي يشوف العلاج الثاني. دي كلها أنا مشاكل من الجانب الصحي بشوفها موجودة، غير عن موضوع التوعية بخطر المضادات الحيوية. موضوع القانون، القانون مهم، هو القانون موجود هسه حاليا، قانون الصيدلة والسموم للعام 2003. محتاجين نفعل القانون، محتاجين نرفع الوعي بالقانون ذات نفسه على الممارسين الصحيين أو على العامة إنه وجود قانون، لأنه زي ما قال الدكتورة ضحى قبيل في ضغط بيجي من البيشن ذات نفسه على الدكتورة وعلى الصيدلي إنه ده دوائي وأنا ده اللي بعرفه وده اللي بينفعني وغيره. محتاجين نكشف قانون تاني مهم جدا للسيلف ميديكيشن، انه الناس ما تتعالج براها او الناس ما تعالج نفسها براها او الناس ما دوايا اللي بينفعك. محتاجين برضو نتكلم عن الحته بتاعت انه الفيرال انفكشن والكومون كولد دي مع العلاج بتاعها ما الانتي بايوتيك وكل الحاجات الاداريه والحاجات اللي بتحصل لنا نحن على مستوى الصحه يعني. تمام، شكرا جزيلا. طيب السؤال هنا ده، ما في ناشونال هيلث ريكورد يعني بروجرام ولا سيستم موجود في وزارة الصحة الاتحادية حاليا؟ ما في ناشونال هيلث ريكورد للأسف. تمام، بس انا قلت اتاكد على اساس انه ما رمنا عليه. طيب دكتورة علا، يا ريت برضو لو وريتينا شنو الحلول المقترحة، تفضلي. تمام، شكرا جزيلا. انا ما همشي بعيد عن كلام دكتورة ضحى ودكتور يحيى، اللي هي الاويرنس مسألة مهمة جدا، لانه اساسا الظاهرة دي نشأت من عدم الوعي او الميس يوز، اللي هو زي ما ذكرنا بدا من بدري من الحق، بعد كده طور للانسان نفسه. وامبارح كنت بضرب في مثل بانه على مستوى المدن، على سبيل المثال هنا في الخرطوم، انه الناس بقت زي ما قال دكتور ضحى ودكتور ريان بيداووا نفسهم برامج. الواحد بيعرف جاته حاجه بيعرف يمشي الصيدليه وبيكلم الصيدلي الموجود، والله انا عايز الدواء الفلاني لانه هو متاكد ان الحاجه دي هي الهدف. فدي بقت ظاهره يعني كثير جدا ومعروفه. الأويرنس مهم، حتى على زي ما ذكرت لما نرجع لمستوى المزرعة، مستوى الحق، مستوى الراعي بتاع البهايم، سواء كان في القطاع بتاع الثروة الحيوانية أو في القطاع الزراعي، لما نوريهم إنه ما تستخدم حاجات متعلقة بالمواد الكيماوية دي بصورة يعني زي ما ذكرت لك، إنه والله بعض المزارعين بيروا إنه نحن لما نستخدم مبيد معين مع مبيد ثاني الفاعلية بتاعت المبيدات دي بتكون أرجع من إنه تستخدم إكس من المبيد براو. ففي ممارسات خاطئه جدا احنا ما لم يعني نمنعها، ما حنقدر نقلل من الاشياء دي. بعد كده طبعا مرحله السيفيرنس والشغل البحثي والعلمي زي ما تفضل الدكاتره، دي مرحله يعني موجوده. احنا من جانبنا التوصيه بتاعت منظمه الاغذيه والزراعه بانه الناس تتبع الهايجين براكتس زي ما ذكرتها، والمسائل الارشاديه اللي هي نوع من الاويرنس يعني، وبالتالي هي نوع من النو هاو، انك تملك المزارع او الشخص العامل في الحق سواء كان انتاج حيواني او زراعي المعلومه بانه كيف تدير مع الحاجه دي، في نفس الوقت الاستخدام الصحيح او المرشد للمبيدات، للاسمده، حتى المضادات الحيويه للحيوان وكذا، لما تستخدمها بطريقه امنه بتكون قللت من المخاطر دي. فالاويرنس نمبر 1. بعد كده الشغل البحثي والعلمي، في لجان متخصصه داخل منظمه الاغذيه والزراعه بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه، عندنا برنامج اسمه برنامج كودكس الميتيرس اللي هو اف اي او دبليو اتش او بروجرام، يعني مختص بانه يضع الستاندرز للاغذيه ويضع الموجهات الارشاديه للممارسات المفروض تتبع اثناء عمليه الانتاج، وفي نفس الوقت بيساعد في تحديد الحدود القصوى لمتلقيات العقاقير البيطريه والمتلقيات حقت المبيدات وهكذا. حتى ريسنتلي يعني كان عندهم لجنه
مختصه بالانتيميكروبيال ريزيستنس، وكانت اد هوك كوميتي مع نشوء الظاهره دي وتفاقمها على مستوى العالم. تم تبعيد اللجنه بصور رسميه، اصبحت من اللجان اللي بتعقد اجتماعاتها تحديدا يعني من 2014 2015 بقت تعقد اجتماعاتها الفنيه سنويا كمجهودات من الباحثين والعلماء في انه يقللوا من المخاطر المتعلقه بالمضادات الحيويه وزي ما ذكرنا الانتيميكروبيال ريزيستنس. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم عنها اللي هي مساله القوانين والتشريعات والضوابط، اللي هي دي حته مهمه جدا. يعني دكتور يحيى بيك تفضل على انه في السودان ما في جهه مختصه معنيه بسلامه الاغذيه او الرغبه على الاغذيه، وديس يعني ذيس ترو ويتش از ترو، يعني اللي هي كل وزاره او كل جهه من الجهات المختصه اللي لها علاقه بالانتاج الغذائي او الزراعي او الفود كنترول عندها مندات معين وعندها قوانين الخاصه اللي هي بتشتغل عليها. لكن لما يجي المحك بتاع اشكاليه معينه تلقى انه كل زول عنده حد معين بيجيب فيه والله انا حدي الحته الفلانيه دي ده ما تبعي، او ممكن يحصل ديبيت يقول لك لا ده ما شغلكم انتوا ده شغلنا نحن. فدي حته مهمه جدا، يعني انه الفود كنترول سيستم محتاج لانه يعني عيد النظر فيه في السودان، محتاجين لقوانين فعاله جدا. في قانون رغبه الاغذيه، يعني تحدثتوا عن قانون الادويه والسموم، لكن في قانون خاص برغبه الاطعمه والاغذيه، قانون قديم جدا من 73. يعني انا تقريبا 2018 في دراسه بحثيه مع منظمه الاغذيه والزراعه عملنا اسسمنت للفود كنترول في السودان، الفود كنترول سيستم، وجدنا ان معظم القوانين يعني بيقول لك هي ما في مانع انها تكون قديمه اذا كانت فاعله او يعني مؤدية دور صحيح، لكن ديفرنتلي محتاج يحصل لها ابديتنج. فاكتشفنا كثير من القوانين على مستوى القطاع الزراعي نفسه، مثلا الاداره الخاصه بوقايه النباتات قانونها من سنه 1904، يعني ممكن يكون عندك قانون من 1904 وانت الان في نهايه 2020 وهو القانون اللي انت فاعل شغال به، ما في اي سيره للمبيدات لاستخدامها ولا للكيميكالز وكذا. فالحته بتاعت القوانين والتشريعات هي بتساعد بتكمل الجانب الثاني متعلق بالتوعيه والنو هاو. فاذا في تشريعات في ضوابط في قانون بيحكم العمليات دي كلها ديفنتلي حنكون ساعدنا في تقليص المشكله. الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم عنها اللي هي اشبه بالريكوردينج سيستم اللي اتكلمت عنه دكتور ريان، في حاجه اسمها تريسابيلتي سيستم اللي هو موجود في الانظمه الانتاجيه عموما، سواء كان يعني الانتاج الغذائي او حتى على مستوى الانتاج الحيواني. والتريسابيلتي هو نظام بتاع تتبع تريسنج بيبتدي من الحق من بدايه حتى الحيوان نفسه، الجرعه الاولى للتطعيم لحد ما يصل مرحلة الذبح أو مرحلة الأصادر. نفس الشيء عندنا في الزراعة بنبتدي في traceability بنتابع المحصول أو المادة الغذائية دي من ما هي في الحق recording بطريقة معينة أو بشكل مفترض. للأسف هو ما موجود في السودان، لكن مفروض نعمل recording إن شاء الله يكون يعني زي ما بقول كده paper based يعني recording system على الورق، إنه والله مثلا المنطقة دي ظهرت فيها آفات معينة استخدمنا مويد فلاني استخدمنا أسئلة معينة لاحظنا كذا، يكون في ريكوردينج. واثناء يعني انتاج المحصول لحد ما ترحيله او ايصاله للمستهلك في السوق او ايصاله لل يعني الفاينل ديستنيشن بتاعه اذا كان سوق استهلاك محلي او سوق عالمي، احنا بنكون عارفين في نقاط حرجه احنا بنتابعها، ان كيس حصل اي كرايسيس ظهرت فيه اي اشكاليه بنعرف نرجع انه نتفادى الحاجه دي. وين هو يعني الانظمه الفاعله جدا على مستوى العالم، كثير من الدول المتطوره بتعتبر انه هي واحده من الانظمه بتضيف قيمه للسلع الغذائيه والزراعيه، واللي هي بسمها added value يعني products أو added value markets بيتبعوا الأنظمة دي. ده حاليا إحنا لو نظمنا أو اتبعنا من هذه الأشياء بنكون قللنا من المخاطر بتاعت الأشياء ممكن تسبب خطورة على المستهلك في صحته وخسارة مثلا على الدولة مثلا من ناحية الإمكانيات الاقتصادية والعائد المادي مثلا للمنتجين أو للدولة حد ذاتها. فدي كلها مع بعض أشياء مكملة، يعني هي مسألة التنظيم واتباع لإرشادات معينة وبرامج تبعوية. يعني إذا جينا عملنا الحاجة دي بعدين بنكون خففنا من الحدة بتاعت المشاكل الصحية والمشاكل المتعلقة ب يعني عدم فعالية الأدوية والأشياء دي. تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب نمشي لدكتور ضحى قبل ما نرجع لبروف يحيى مرة ثانية. دكتور ضحى تفضلي، الموجهات شنو؟ طيب احنا على مستوى مقدمي الخدمه بنرجع بنقول ثاني في اللي هو الطبيب او المساعد الطبي على مستوى الطبيب الصيدلي اللي هو بيصرف الادويه، على مستوى المجتمع نفسه اللي هو بيكون عنده يطلب الادوية
اتكلمنا عن انه طيب ده قاعد طيب كده كويس سامعينه كويس كده. طيب في برضو دور مهم شديد اللي هو دور الاعلام في 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 التوعيه بتاعه على الانتي مايكروبيال ريزيستنس اللي الإعلام كان بوجه كل قنوات الإعلام كأنه من الشبكة دكتورة الشبكة كأنه من الشبكة كده لو داخلة بالموبايل بيكون أسرع طبعا أنا عم بحط صوت من التليفون تمام الآن بس في breaking voice كده مخلي الرسالة واضحة تفضلي طيب الإعلام عنده دور مهم شديد بأنه أنا أوصل الرسالة لكل القطاعات القطاع مقدم الخدمة اللي هو طبيب أو صيدلي قد سابتة في الإذاعة تتكلم عن الموضوع ده وتوعي المواطن عن الخطر بأنه يتناول خطر تناول المضادات الحيوية أو كهو إذا مزارع بالإضافة طبعا على كذلك لا دكتورة الصوت كله بيروح فبيقطع فما بنقدر نسمع كده أنا أدي بروف يحيى يكمل الجزئية بتاعته الجبال قطعة لحد ما تفكس القصة بروف يحيى تفضل معلش بس النت كان قطع يعني انا قلت انا برايي انه يعني مع التوعيه معنا المفروض يكون في انفورسمنت للقوانين يعني التوعيه بيكون مصاحبه للانفورسمنت للقانون لانه القانون ده لما يتطبق في النهايه بيكون سلوك يعني كان قانون وربنا يلقى ريزيستنت لكن في النهايه بيكون سلوك يعني والعالم ده كله ماشي بقوانين يعني ما فكر انه ساي بس على حسب الوعي يعني فانا مع اتجاه انه يكون في اللي هو اويرنس وفي نفس الوقت يكون في انفورسمنت للقوانين حسب السكتر المعين يعني فيما يلينا احنا كانيمال هيلث يعني استفدنا من المشروع جانا المدعوم من الفاو منظمة الزراعة الأغذية وجبنا خبير أجنبي مع خبير وطني وعمل ريفيجن لكل القوانين الخاصة بالأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية وأخذت ريكومنديشنز ومن ضمن يعني حصل كان أسسمنت برضو ناس المنظمة الصحة الحيوان العالمية جو عملوا أسسمنت لكل للبترين سيرفيس إن جنرال ومن الجابس اللي خدتوها إنه ما في قوانين منظمة للي هو الأدوية البيطرية أو هم ناس يعني المينستري أوف أنيمال ريسورسز هي ما أورثرايز في الأدوية البيطرية فأنا برأيي إنه يعني وضع القوانين وفرص القانون بالإضافة إلى الأويرنس أنا أخلي ده الاثنين ديال كفيلة إنه الناس يعني to practice يعني better اللي هو استعمالات المضادات الحيوية ذاتها ما زول ما بيستعمل إلا نيديد ما يدو مضاد حيوي إلا under prescription بتاع veterinarian يكون في يعني يكون في مثلاً قانون أي مزرعة لازم يكون supervised by veterinarian veterinarian هو اللي بحدد لأنه الأدوية ممكن أي زول ممكن يشتري 3-4 كراتين من الأدوية مضاد حيوي يجي وخدها في مزرعته ويدي زي مداير ويخلي زي مداير ففي فعلا يعني في مزيوس رهيب يعني وأنا برأي أنه مع التوعية وبالذات يعني الاستركسن الجانب بتاع الاكستنشن سواء كان الإرشاد سواء كان في البطري أو في الصحة أو في الزراعة أول شيء يعملوا بجريدين كبسيس بيل بالنسبة للناس القائمين على الاكستنشن هم ذاتهم يعني أو يوروهم يعني زي ما نقولوا سنستايز على الأهمية بتاعت الأنتي ميكروبيال ريزيستنس على أساس هم ريفلكت الحكاية دي في الفيلد وكده وده كله ما بيجي إلا بكوميتمنت وسبورت من الجوفرمنت
يعني لازم يعني الدولة ذاتها هي ذاتها المفروض تاخد الحكاية دي under consideration، لأنه زي ما قال أخواتنا إنه ده زي مثل national security. يعني بعد شوي إذا كان ما في مضاد حيوي يعالج أي بكتيريا أي infection، معناها دي كارثة بالنسبة للبلد، يعني دي بتمس الأمن القومي السوداني وكذا. ورسالتي للمعنيه للاخواننا المزارعين، للاخواننا اصحاب المزارع، انه زول ما يستعمل مضاد حيوي ان لسه ما يرجع للدكتور، وان برضه الرعاه زول بدل المضاد الحيوي لازم يكمل الجرعه كلها. ما يدي عندنا في البطن اسمه جمع الامراض، جمع الامراض ده له الاوكسيتراسيكلين، ده اي مرض يقول لك بنديه الاوكسيتراسيكلين، وده طبعا من ضمن الحياه اللي كنا مستهدفينها في مشيتنا المدني. ليه الناس ستارت تريتمنت بالبرود سبكترم ما يصار بالنيرو سبكترم زي اهلنا زملائنا في الميديسين؟ ليه الناس الدكاتره ستارت تريتمنت بالسيرت جنريشن سيفالوسبورين، احنا هنا ليه بالبرود سبكترم؟ فالطبيب والفترينيريان خليه بيلعب دور كبير جدا جدا مع احكام الرغابه على الصيدليات البيطريه والصيدليات البشريه، وده بيتم بشقين، فرصة على القانون في نفس الوقت الأويرنس، الاثنين ما بينفصل من بعض. شكرا جزيلا دكتور ضحى. لو النت بتاعك صلح ممكن تكملي بس الفكرة بتاعتك، على أساس إنه هنفتح الباب للمداخلات من الزملاء. شايف دكتور تقريبا صلاح الدين وأمل كان رابعين يدينهم، يا ريت تكملي بس الفكرة بتاعتك على أساس إنه النصائح. تفضلي دكتور ضحى. بالإضافة للكلام الكل قالوه زملائنا وزميلاتنا، عندنا جزء نبدأ أصلاً أنا عشان في القطاع الصحي، عشان أصلاً ما أكون مضطرة إنه أنا أخذ مضاد حيوي، إذا أنا أقي نفسي من الأول أشوف السبب الممكن الطريقة اللي أنا بيجيب لي الأمراض أقي نفسي منها عشان ما أعيا وأضطر إنه أنا أخذ مضاد حيوي، اللي هي واحدة منها بأكثر يعني أكثر الحتات اللي بتخلينا الناس تمشي تستخدم مضادات حيوي للالتهابات، الالتهابات الرئوية. أنا أشوف نفسي كيف أقل نفسي موسم الشتاء لما نيجي، وزي ما قلنا هي أغلبيتها فيروسات بتحتاج فقط راحة support treatment، ما محتاج إنك تأخذ مضاد حيوي وتقي نفسك أصلاً من ديك الالتهابات الرئوية. واحدة من الأسباب الكثيرة برضو الإسهالات اللي هي دي الناس بتستهلك فيها برضو كبير المضادات الحيوية، الحاجات الالتهابات المعوية بصورة عامة. إذا أنا من الأول ألتزم بإنه اللي هي طبعاً عشان نيجي نوري إنه الحاجة دي كلها مرتبطة مع بعض، محتاجة وزارة مثلا المياه والري توفر، محتاجين نوفر للناس مياه نظيفة عشان يقدروا يستهلكوا مياه نظيفة وما تحصل كونتامينيشن للمويه دي وتحصل لهم التهابات ونخش ونبدا احنا محتاجين ناخذ مضادات حيويه. الممارسات الصحيه الهيجينيك براكتسز للناس كلهم عارفين، والله انا محتاج قبل ما امشي الاكل بعد ما امشي الحمام غسل يديني والحاجات دي كلها، لانه دي سورس انك بيجيب لك التهاب وحتضطر كده تاخذ مضاد حيوي. فانا اشوف اي سبب ممكن يجيب لي اي نوع من انواع الالتهابات وأقيها قبل ما أنا عشان ما أبقى أنا في 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 نقطة أنا محتاجة منها استخدام مضاد حيوي. زي ما قلنا الميكروبات دي هي بكتيريا وفيروسات وطفيلات وفنجاي برضو. فالملاريا واحدة من الأسباب برضو، الملاريا اللي بتخليني أنا أقي نفسي من الملاريا كيف؟ عندنا بيرك نردم البيرك، عندنا ناموسية استخدم الناموسية بتاعتي عشان ما تجيني البعوض العضيني وأنا أخف الملاريا ومش هفتش دم الملاريا، والملاريا الاستخدام السيء ليها بقيني إحنا في مقاومة وكل مرة بنعدي البروتوكول وهكذا، دوالي اللي إحنا داخلين في دائرة مفرغة. فإذا من الأول زي ما أقول باب اللي بيجيب الريح سد واسترح، أقفل الباب الوقاية، أقفل الباب اللي بيجيب لي المشاكل دي من الأول وأقي نفسي من المرض من الأساس. أكيد التوعية لها دور مهم شديد، اللي هي يا أنور غسل يديني، استخدم الموية صح، الناموسية، الالتهابات، الحتة الباردة أنا ألبس بحاجة تقيلة، أي حاجة بتقيني أنا أعملها. أكيد السيرفيلانس سيستم مهم شديد، اللي هي منها برضو بيجيني موضوع الداتا لا يمكن جزء لا يتجزأ من الريسبونس، الشراكة بين كل القطاعات، الموضوع ده ما يعني ما بهم جهة محددة غير الثانية، فالموضوع ده كل الناس إذا ما اشتغلت مع بعض زي ما بقول بنكون بنقف في قربة مدودة، لازم الناس كلها مع بعض تعمل الشغل بتاعها كولكتيفلي عشان نقدر نصل لأوتكم كويس. وآخر حاجة اللي هي القوانين، لابد من القوانين موجودة لكن لازم الانفورسمنت،
لكن جيفن انه انا وفرت الحاجات من الاول، دربت الناس وفرت لهم المعينات قبل ما اخذ قانون يلزمني على حاجه عشان ما زي مش ما تكون في ليكج بين الجنبات. فانا ادرب الناس اوفر لهم القوانين اللوائح معينات الشغل كامله، وبعدها انزل القوانين على ارض الواقع عشان نقدر نضبط عمليه استخدام وصرف المضادات الحيويه في كل مجالات الصحه، الانسان والحيوان والنبات والبيئه. ممتاز جدا جدا. طيب نحن بنهاية السيمينار بتاعنا والجلسة النقاشية الرائعة جدا، باقي لي 13 دقيقة هنستخدمها بصورة وايز، نفتح المجال للمداخلات من الناس الموجودين داخل زوم، وكذلك لو في أسئلة في فيسبوك ولا كده، فرجاء الزول يكون بريف جدا، يعرف نفسه ويطرح السؤال بتاعه، لو في طريقة برضو يوجه، لأنه السؤال بتاعه ده ما شير منه بالضبط. طيب صلاح الدين حسب الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. أنا دكتور صلاح الدين المر، طبيب ممارس. شكرا لكم دكتور أنور، وشكرا للأساتذة الأطباء والبياطرة والباحثين. الموضوع مهم جدا. المهم في إيجاز، أنا كطبيب ممارس ملاحظ حاجتين، يعني حاجتين دي بخصنا إحنا كأطباء ممارسين. المشكلة بتاع الانتيبيوتيك ريزيستنس، وليه الأطباء بيكتبوا مضادات حيوية سير جنريشن، مضادات حيوية قوية من البداية. الموضوع مشكلتين يعني. المشكلة الأولى التريننج. أنا لحسب ما متذكر وقت كنت في الامتياز، كان أنا كنت في وحدة، رئيس الوحدة الأخصائي كان بيضبطنا شديد، يعني ما في طريقة أنه أنت يو أدميت بيشنت، أنت لازم تستارت بنسلين وتتابع، بعد 24 ساعة لقيت في بروجريس كويس خلاص معناتها هتواصل عليه، ما لقيت بعد ذاك ممكن تمشي لقدام بعد ما تحاسب حاجات معينة. فهسي حاليا بقى الحياة دي ما كثيرة زي زمان، يعني أنا هسي حاليا شغال في منطقة، يعني منطقة ممكن تقول أوت ستيشن، في أطباء، في أخصائيين، في مساعدين طبيين، لكن كلهم ما في زول من القسم الشغل دي لأن ما فيها تريننج. يعني الواحد لما يكون عنده جاب في النوليدج، الجاب في النوليدج بيغطيه بأنه يدي مضادات حيوية قوية، لكن أنا لو عارف أنه UTI بسبب أي أورجانيزم، وبالذات في الحتة اللي أنا قاعدة فيه الأورجانيزم المنتشر شنو، أختار النوع المناسب، أنا بقدر بحدد من البداية أنه أختار أنتيبيوتيك كويس. لكن إذا أنا ما عندي الاسنشيال نوليدج ده، من البداية هبدأ بمضادات حيوية قوية جدا. فواحدة من الريكومنديشنز أنه يكون في تريننج كويس للأطباء والممارسين الصحيين بصورة. المشكلة الثانية مشكلة بتاعت فاسيليتي، يعني أنا مرات بكون في منطقة ما فيها كلشة وما فيها فحوصات كويسة، أنا برضو من البداية ما بقدر بتأكد، وما بقدر بنتظر أنه أنا أرسل ويمشي لحتة تانية ولا كده. فأحيانا أنا أضطر، أنا لعلمي كويس بأنه الانتيبيوتيك اللي بديه ده احتمال يعمل لي ريزيستنس، لكن أنا كجبر الضرر بضطر أنه أديه انتيبيوتيك قوي من البداية، لأنه ما عندي إمكانية أنه تجو فيرتر في الديجنوزيس ولا كده. فبرضو الريكومنديشن الثاني أنه الوزارة والجهات الحكومية المسؤولة من الهيلث فاسيلتيز أنه توفر إمكانيات تشخيص كويسة، معامل كويسة، وإيميجين كويس، وكلشر وكده، إن شاء الله بنطلع من المشكلة. شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور صلاح. شفتك بيلنا، أيوة شفتك بيل دكتور عمل تقريبا رابع ده ما أعرف. طيب سارة راشد تفضلي. السلام عليكم. دكتور راشد، AMR focal point في صحة الإنسان. شكرا للدكاترة اللي اتكلموا والمعلومات. تعيد التعريف تاني لأنه قالوها. الصوت غاب في البداية، يا ريت تعيد التعريف تاني معلش. أنا الـ AMR focal point للـ human health. دكتور يحيى مسؤول من الـ animal sector، وأنا مسؤولة من الـ human sector في وزارة الصحة الاتحادية. أهلين. ما شاء الله كان النقاش سري جدا، وقالوا كل النقاط المهمة، حتى جهود كانوا ذكروها بطريقة مناسبة. أنا بس كنت عايز أعقب على حاجتين، على التوعية والأويرنس، وإن هي حاجة كيف الزول بيقدر يقيسها. نحن كمركز معلومات أصلاً في وزارة الصحة الاتحادية في الإدارة العامة للصيدلة، بنقدم التوعية للمجتمع بكل الفئات المختلفة، بتختلف التوعية المسج اللي بتوصلها
من كادر صحي لمواطن بتكون الطريقة مختلفة. الآلات اللي انت بتستعملها ذاتك من حاجات مرئية أو حاجات مسموعة أو حاجات مكتوبة برضو بتختلف من واحدة للتانية. نحن بقينا بنتكلم عن معلومة وتوعية أنت بتوصلها للكادر الطبي أو للمواطن. أنت نحن بنتكلم عن تغيير سلوك. نحن كيف نغير السلوك بتاع الشخص؟ أشخاص كتير عارفين معلومات لكن ما أي معلومة أنت بتعرفها ممكن تغير لك سلوك. تعرف المضادات الحيوية خطيرة لكن برضو ممكن تستعملها لما أنت تضطر أنك أنت تستعملها. فأنا بنتكلم عن تغيير سلوك والدراسة اللي كان ذكروها الزملاء في ولاية الجزيرة. كيف نحن نعمل تغيير للسلوك وبطرق مختلفة وهو يعني حاجة الزول بيقدر يقيسها. تغيير السلوك محتاج زمن، ما حاجة ممكن تتغير في يوم وليلة، ممكن تاخذ 5 سنين عشان تتغير سلوك الناس. بتعمل استراتيجيات محددة وبتبني عليها كل مرة وبتجي كل مرة تذكر الناس بالحاجة دي. حاجة ممكن تتقاس بطريقة معينة، محتاج تدرب الناس على طريقة معينة عشان هم يقدروا يغيروا بها السلوك. وانت اصلا لما انا جاز لك اقول لك انت سلوكك يتغير ممكن اقدر اقيس الحاجه دي بالتدريب المعين انا ممكن اديه للناس اللي ممكن يسالوك السؤال ده. فهي حاجه الناس ممكن تقيسها ومهمه جدا جدا وبتاخذ زمن طويل. ما محتاجين نكون احنا ناس عندنا خطه. احنا حاسه عندنا خطه محدده احنا كيف نغير بها السلوك، ما بس بتكون زي حاسه مثل الاسبوع العالمي للتوعيه ده شغالين نشاطات مختلفه لكن عندنا بها هدف. كل حاجة احنا عارفين بها نوصل بها لوين، يعني معلومة ممكن تصل ليات ناس محتاجين حسب الفترة دي احنا نعمل شنو. فهي حاجة لازم تكون بلان سيستماتيك انا اقدر توصل بها لشنو. دفي مع جانب التوعية، ما عايز اطول عليكم. في جانب القانون، القانون مهم، لازم هي في تداخلات كتير عشان نغير بها السلوك بتاعنا ونوصل بها لاستخدام سليم للمضادات الحيوية. في تداخلات ممكن تكون ادارية، ممكن سن قوانين. مشكلة القانون إحنا ما في بيئة مهيئة لأن إحنا نضع قانون. إحنا ما عندنا health system مبني عشان نقدر نقول قانون. إحنا ما موفرين للمواطن مستشفيات تأمين صحي بغطي كل المواطنين، صيدليات، أدوية متوفرة. عشان كده إحنا نقدر نلزمهم بالقانون، محتاجين نمشي في كل الحاجات مع بعض بخط متوازي عشان نصل بعد ذاك للناس إنه نقوم نقول لهم طبقوا القانون، ما تصرفوا دواء من غير صيدلية، الصيدلي ما يديك، الطبيب التزم بالبروتوكولات العلاجية. فهي الحاجات كلها مع بعض مكملة لبعض في الهيومن سيكتر وحتى في الانيمال سيكتر وحتى في الزراعة وفي البيئة، لكن محتاجين الجهود تمشي كلها مع بعض. هي كلها حاجات مهمة فعلا. ما في سبورت كبير من الوزارة لكن ما بدنا نلومها على قدر ما في كل مرة بيحصل وباء جديد. نحن كل مرة في لأنه أنا زول شغالة في الوزارة عارفة كل مرة بتحصل حاجة جديدة، بيحصل وباء، بنطلع من شل الأطفال، بنخش في حمى نسفية كده. هم يعني كل ما تكلم الأسبوع الفات مع وزير الصحة دكتور أسامة هو حاسس بأهمية المشكلة وعايز يساعد فيها، لكن بنقول نأجل الموضوع شوية عشان بيكون في حاجة ما بنشيل منهم اللوم، لكن برضو الناس ساعية في الموضوع، محتاجين سبورت كبير عشان الناس تقدر يكون في لما يكون في قرارات من اللجنة. في لجنة قومية ماسك الموضوع ده وفيها دكتور يحيى نائب الرئيس. لما تكون في قرارات محتاجين فعلا لها سبورت شديد. فهي الحاجة مهمة وفي جهود كثيرة وبنشكر دكتور يحيى عليها ودكتور ريان والزملاء كلهم على المعلومات اللي هم أضافوها لنا الليلة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا دكتورة سارة. أنا برجع تاني الموضوع بتاع الوعي ده يا أخوانا الميجر بتاعه يعني ليه، لأنه في كمية بتاعت كامبينز بنشوفها. نحن بنشوف الأسبوع العالمي الأسبوع المرور قطع مخالفة نقص ما عارف شنو بتاع هناي استيل كل واحد ماسك موبايل وما في زر رابط الحزام الآخرية. أسبوع الصحة ما عارف شنو الناس تا أسبوع الرياضة اليوم العالمي الرياضة ما عارف شنو. يعني بيجت 365 يوم ديل عالميا ما بيمر يوم بجلي لحد رياتين. قبل كم يوم كان في يوم الرجل، يعني انا ما اعرف ذاته عندنا شنو احنا عشان نحتفل به. الشاهد في الموضوع القصه بتاعت الاويرنس اويرنس اويرنس، ومن غير ميجر من غير ديتا من غير ريكوردز. يعني انا قبل شويه قلت اشوف المساهمه بتاعت المجال بتاعنا احنا الديتا اناليتكس البيج ديتا وكده، فدخلت عملت سيرش جاتني الورقه دي. الورقه دي بتتكلم عن الارتفيشال انتليجنس اند بيج ديتا كان هيلب contain resistance to antibiotics. طيب الورقه دي كل اللي يعني من الابستراكت كده بتشوف انه لازم يكون في health system health informatics. فاذا كان وزاره الصحه ما عندها يبقى احنا هنقدر نعمل شنو؟ يعني اذا كان ما في health record للناشونال لكل الناس ما هنقدر نعمل التوعيه، ما حيكون عندها يعني efficiency، ما كل الناس تقدر تساهم في الموضوع. التوعيه مهمه وهي الاساس بتاع كل الحاجات، لكن اعتقد انه الحاجتين الأهم المفروض إحنا ندفع باتجاههم إنه أول حيكون في سنتر
of disease control and prevention ده نمرة واحد على أساس إنه الحتة تكون الكوردينيتر ما بين كل الناس ديل. ما بنقدر نقول والله فيها محددة مقصرة إذا كان الثروة الحيوانية ولا الصحة ولا التأمين الصحي ولا إدارة الدواء ولا كده، لكن لازم يكون في الجسم ده الكوردينيتر ده بين كل الحتات على أساس إنه بعدها نقول والله أوكي يعني إحنا عندنا بدينا من البيز زيرو وبعد كده الهيلث انفورميشن سيستم وبعد كده نقدر نبني ونخطط يعني من غير ديتا ما حنقدر نمشي لقدام يعني ده في تقديري أنا الشخصي. نفتح آخر مداخلة لأمل، أمل الشايب تفضلي. أمل ممكن تعمل أم ميوت لنفسك من هناك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ريت تعرف نفسك وتفضلي. أمل عبد الرحمن كلينيكال فارماسيست مستشفى الخرطوم التعليمي. السلام عليكم، شكرا جزيلا يعني للمحاضرات الغيبة من الزملاء كلهم، وزي ما قلت يعني انت قصرت كلامي تقريبا انا لسه كنت عاوز اتكلم عنه. الموضوع اصلا لو هو بيعتمد على السياسات في المقام الاول، يعني اللي هي المعنيه به مثلا بصوره رئيسيه وزاره الصحه، ما لم تتوجد سياسات معينه عشان في النهايه اكوردنج ليها ثاني السيستم كله يكون ماشي عليها، ما بنقدر نحقق أي نوع من أنواع النجاحات في أي سيكتر، يعني إيفن لو كان أي حاجة غير الهيلث. من ضمنها أول حاجة يكون في بروتوكولات، يعني أصلاً يعني ما ممكن أنا أجيب بروتوكول، يعني كل إحنا الشيء اللي بنعرفه في يعني ودل المتبع تقريباً، يعني أي واحد بيجي بالنولج بتاعته قاعد في السودان أو جاي من برا بيأمل هالحاجة اللي هو بيعرفها. وطبعاً المشكلة الأساسية اللي هي عندنا اللي هي الاقتصادية، المشكلة الاقتصادية أول حاجة أنا عندي مشكلة في الأفيلابيليتي تحت الأنتيبيوتيك ذات في حد ذات. برضو من الحاجات الأساسية ما كل مثلاً ما أي نوع من المضادات الحيوية أي يعني ليفل من الدكاترة مثلاً افترض يسمح له بأنه يكتبها. هسه الناس بتضطر حتى الهاوس أوفيسر بيقدر بيكتب هسه دي مضادات حيوية قوية جداً جداً. ليه؟ لأنه بيكون عاوز يعني يطلع، يعني زي كأنه عاوز يطلع من أي مشكلة أو يقوم يعمل كوفريج بغض النظر إذا كانت الكيس هي تستحق انتبايته قوي بصورة زي دي كده أو ما بتستحيل. نحن المفروض يحصل كالعادة، يعني أصلاً في أي بلد أو في أي ريجون معين معروف في سيرتينج سبيشيس من الميكروبات هي بتسبب كده وكده 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 وكده، يلا الناس تكون عندها ريسيرش معروفة وبحوثة قاعدة وجاهزة وغيره إنه حيكون ده السبيسس المعينة اللي هي بتسبب كده وكده 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 البروتوكولات. طبعاً ده يكون بيقعد كل الأطباء معهم الصيادلة معهم غيره يحددوا الأنواع المعينة من الانتيبيوتكس تكون دي موجودة. طيب A و B و C و D دي افترض تكون انتيبيوتكس للشيء المعين، يلا الديزيز الثاني وده برضو زي ما قلت ده سنتر ديزيز اللي فرض يكون برضو موجود عندنا اللي هو في النهاية بيقوم بكل الأعباء دي موجودة. يبقى حدد الكلام ده، نحن حاليا رايت ناو عندنا الأفيلابيليتي تحت الدركس ذات في حد ذاته ما موجودة، يبقى نحن هنقدر نعمل شنو في هذه الحالة؟ يعني يعني إذا بقى والسورسز بتاعت الدرج ذاتها بقى أي زول عنده زول مغترب برا بيجيب له ومهرب بيجي، لأنه الغنوات الأساسية اللي افترض هي تجيب الحياة دي أصبحت بقت ما في. يعني المشكلة هي دوبليكيتد وكومبليكيتد يعني بصورة يعني والله يعجز الحال يعني عن متابعته. فبرضو طبعا يعني بنزل للناس مثلا المنومين، وده طبعا اصلا ديفينيتلي بيكونوا كريتيكال
يعني السنسيتيفيتي أو المزرعة أو الزراعة للعين المعينة عشان معرفة الميكروب المعين وبعد ذلك أنا أعرف إن هو سنسيتيف لأي واحد فيهم دي حاجة أساسية يعني ABC أصبحت في العالم يعني هنا بتتعامل ليه لأنها مكلفة يعني 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 المريض ما بيقدر في النهاية يعني يعني عشان كده الطبيب تاني بعد ذلك بيكون عاجز في إنه هو كيف يعني يتابع الحكاية دي عشان كده بيضطر إنه يكتب أنتيبيوتيك بروجز بكرة حتى يعني لكيس ما بتحتاج يعني لكن هو في النهاية مضطر فنحن مشكلتنا يعني المشكلة دكتورة إن المشكلة الاقتصادية يعني تلقي بظلال على كل بالضبط كده بالضبط كده نعم ف عندنا الأيام ده إحنا السلسلة بتاعت المنتدى الاقتصادي منتدى التخطيط الاقتصادي فالناس ممكن تشارك معنا لأنه برضو الاقتصاد ما هو قطاعات في قطاع الصحة وكده لحد الآن ما في قدم في قطاع الصحة فممكن ندعوكم كلكم بروفيسور يحيى ممكن تعمل أميوت لنفسك عشان تدي الكلوزينج ثوت نحن تقريبا كملنا الساعتين بتاعتنا فتفضل طيب أنا دار أعلق بس كلام أخير على الدكتورة الزميلة هو صح الوضع قاتم لكن we have to start يعني يعني احنا ما بنقدر ننتظر لما كل شيء يكون available المعامل تكون available كده احنا we have to start يعني فلازم نحن تستارت احنا نضع سيستم نعم يا برو فيا قالت نقطة مهمة جدا جدا قالت إن والله due to a lack of resources بيضطر الطبيب بيقوم يصرف له دواء يعمل total treatment هو بيكون ما 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 عمل التزريع والبتاع لانه ما في امكانيات فبديك انت والله انت بايتك ولا حاجه على اساس انه يعمل كفرج يعني فده اللي فهمته انا ده انا ما انا بديك مثال مثلا احنا في الخرطوم مثلا كويس فاسيلتي بتاعت الكلشر موجوده يعني السنسيتيفيتي تيست الناس ايفن بعملها في اليورين جنرال والكلشر بتاع اليورين اكستنسيفلي يوز يعني البيشن ممكن يمشي للاسكان ممكن ياخذ يدفع 4 5 مليون للسي تي سكان مثلا ففي الناس الأفوردبل لكن أنا يخلي الناس يعني معظم الأطباء بيعتمدوا على هو البركال تريتمنت خلاص ده جاء أنا أديه ويمشي يجي بعده لكن مفروض يعني الحكاية دي يكون في كوميتمنت حتى من الناس الجناي لأنه الفاسيلتي بتاعت الكلتشر موجودة في اللابس وكان ما في بتاعت الحكومة في البرايفت موجودة يعني وربما يكون في ناس ما أفورد يكون في ناس ما عندهم إمكانيات يصلوا الخدمة لأنه تكون مكلفة في ناس ما عندهم إمكانيات حتى يصلوا الطبيب عشان يمشي الواحد يمشي الصيدلية طوال ويشتري لكن في ناس أفورد الناس الأفورد يا بروف بس الحتة دي مهمة ما هو عشان إحنا بنتكلم على الموضوع بتاع مضادات الحي الميكروبات كحاجة كحاجة عالمية زي البانديميك ولا زي المشكلة بتاع تغير المناخ إن والله يا أخي ما أمريكا بس يهتم بمواطنينا لأنه أنا مواطن ممكن أكون أمريكا عندي شغل في السودان أنقل الريزيستنس دي وأجي أدخلها في المستشفى في أمريكا وإلى آخره فالقصة بتاعت الأفوردابيليتي دي يعني واحدة مهمة جدا من المشاكل حتى الاقتصادية ولا شنو وهو نعم أنا معاك لكن عشان كده حس يعني في جهود عالمية ويعني حس الليلة ربما يكون في تأهيل للمعامل بتاعت الهيومن المعمل ستاف والمعامل تقريبا 10 سنترال سايت في بيج بروجكت اللي هو بيقولوا المالتي بارتنر تراست فند بروجكت وده برضه شير بين ال WHO وال OIE وال FAO وده حيقوم بيعمل سبورت بالنسبه لللابس يعني وابجريدنج اللابس وكان ستاك ولا يعني مواقع مختاره من المستشفيات ونحن ربما نبدا من الخرطوم ماله وين احنا نعمل تكولكت رو داتا من الخرطوم بعد ذاك تعمل اكستنشن للاغاليم يعني في امكانياتنا الحاليه لا يمكن تكبر السودان كله لكن استعرض الخرطوم بعد ذاك الكابيتالز بتاعت الاستيت بعد ذاك يعني بس يا انا هنا برجع ثاني للنيتشر بتاعت البروبلم يعني لما بدينا انا فهمت من السيمينار ده انه والله يا اخي لو زول واحد عمل على حسب السكرين اللي عملنا لها شير هنا ده وشرحتها دكتور رضوحة نعم. إنه أي دول ممكن يأثر يعني من هنا ده في الـ vulnerability ما بتجي هنا في الـ healthcare facilities يعني أي زول في المستشفى ممكن ينقل لي باقي تشين لو زول في الخرطوم مش في الخرطوم ولا حلفه ولا القضارف ولا كده بتبقى نحن عندنا weaknesses
فهي لازم يكون في تدخل على المستوى الفيدرال من الحكومه. الرئاسه حاليا كونتريبيوتنج زيرو، ما بتعمل اي حاجه ولا شنو؟ نعم. طيب يا دكتور انور عندي مداخله. نعم نعم. انا عندي مداخله. كمل البتاع الصوت بتاعه وبعد كده هيجيكي على اساس انه هتقفلوا كلكم الصوت بتاعتكم. بروف يحيى. نعم. يعني برجع للكلام برضو القبالي انه الاويرنس كان نوت بي ميجر. الاويرنس كان ميجر يعني في ميثودولوجيا معينه. احنا البايلوت بروجكت اللي اتطبق في الجزيره في واد مدني يعني الهيومن سيكتور والانيمال سيكتور طلع بنتائج كويسه جدا جدا. اولزو كان في مشكله يعني مشاكل كان صاحبه الحكايه دي الكوفيد وكده، لكن في النهايه الناس طلعوا بريزلت والريزلت كان ميجر واساسي. يعني الناس ما قبل الانترفينشن حصل شنو كان كيف وبعد الانترفينشن حصل كيف، يعني حصل شيفت. يعني ده ما يعني في نتائج ملموسه، يعني ما مو ضروره تكون 100%، لكن اذا حصل امبروفمنت 20% معناه ده ستيب فورورد. البايلوت بروجكت اللي اتطبق في مدني ممكن يتطبق في اذر ستيت مثلا في الخرطوم ككل. ده اذا احتجنا اذا لقينا الامكانيات، يعني فعلا هو دار امكانيات. يعني الاويرنس ما حاجه سهله، دار امكانيات، دايره ستاف يكون مدرب ترينين، دايره تولز، دايره يعني مجموعه من الاشياء دي اذا توفرت الناس انا متاكد كان اتشيف يعني. لكن بل كل العالم ما احنا برانا لانه الاويرنس اخذته في اللي هو الفيرس استراتيجيك اوبجكتيف للجلوبال اكشن بلان. يعني ده الهدف الاستراتيجي الاول الاويرنس، بعد ذاك بيجي السيرفيلنس، بعد ذاك الاي بي سي، بعد ذاك اللي هو البرجن يوز، بعد ذاك اللي هو الاكتشافات المضاد. فالاويرنس لانه ما مكلف، ما بيحتاج لمعامل، ما بيحتاج لكده، درس سيشن بالنسبه للميديا للبوليسي ميكر للبروفيشنالز. انا خلي ما حاجه صعبه وما بتكلف كثير زي الحاجه الثانيه، بتحتاج للاب، بتحتاج ميزة ايسوليشن ايدنتيفيكيشن بتاع بكتيريا الاي اس تي وهكذا. لكن الناس ما بتقدر تقول ان احنا الوضع قاتم، ما في قانون، في فوضى عامه. الناس هاف تو ستارت يعني. وبعدين دايرين الناس كوميتد للايشو ده، يعني لازم يكون في كوميتمنت يعني تكنيكال ستاف كوميتد انهم يشتغلوا في الاتجاه ده. وانا بتاكد يعني الناس يمكن يمشي لقدام يعني. وما احنا ورانا العالم ده كله في ناس كوميتد يعني انه للاي ام ار بي، يعني الواحد الاي ام ار بي بالنسبه له جاري في دمه يعني. فانا يخلي ما حاجه صعبه، ونحن كان دو ما نتعذر بالامكانيات ما موجوده. الناس في الموقع بتاع الشخص ممكن كان كونتريبيوت، يعني اي زول في السوسايتي كان كونتريبيوت يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا بروف يحيى. طيب دكتور ريان وبعدها علا، وضوحا نكون قفلنا كده ان شاء الله السيمينار. تفضل يا دكتور ريان. عامل ميوت لنفسي لو سمحتي. عامل ميوت دوسي ميوت عشان ايوه اوكي. طيب دكتور انور انا عندي انا عندي تعقيب بسيط. انا عندي تعقيب بسيط على سامعني مسموع؟ ايوه نعم. عندي تعقيب على دكتور صلاح، وهو فعلا كلامه صح، وزي ما قلت قبل هو الموضوع كبير. احنا يمكن في حتات كثيره ما قدرنا نتطرق لها. موضوع الاي ام ار كبير والجهود المبذوله فيه حتى كبيره. نحن هنا حاليا بنتكلم عن الجهود الممكن تتعمل بغض النظر، زي ما قلت قبل هي خطه عالميه اتفصلت على مكونات محليه. الحاجات اللي بتقدر تتعامل بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، بغض النظر عن البيئه، بغض النظر عن انت موجود وين. يعني انا هسه شيرت معك صوره ممكن تشيرها في السكرين. دي فيها الاوير، اسمها الاوير كلاسيفيكيشن او اوير كاتيجورايزيشن، وهي دي نزلت هسه حاليا واحده من مجهودات الاي ام ار كوميتيز، واحده من مجهودات الاسينشال ليست، انه يكون في كاتيجورايزيشن لثلاثه جروبس. الجروب الاول اللي هو الاكسسبل انتيبايوتيك، الجروب الثاني اللي هو ووش انتيبايوتيك، انا الجروب الثالث هو الريزيرف او الخط الاخير. التفصيل ده موجود هسه حاليا ونزل في الاسينشال ميديسين ليست بالنسبه للسودان.
فيما يتعلق لكل الممارسين الصحيين. فمثلا اللي دكتور صلاح قال انه في حتات ما بتتوفر فيها الكلتشر، ده ممكن يكون جود جايدنس بالنسبه لانه استخدم شنو ما استخدم شنو، عشان انا ما ادخل البيشن اللي قدام في حته خطر المضادات الحيويه وغيره. بالنسبه لدكتوره امل برضو حابه اقول انه برغم الجهود المبذوله هسه حاليا بغض النظر عن وفره الدواء او عدمه، في كمية من الجهود هسي حاليا بتتبذل في Standard Treatment Guidelines حاصل لها أبديت برضو هسي في 2020 فيها أكثر من 13 مرض بكتيري من المعروفات في السودان. حيكون في خطة بتاعت العلاج بالخط الأول والخط الثاني والخط التالي، فدي برضو تكون Good Guidance لCombat Resistance within الإمكانيات اللي عندنا، يعني Standard Treatment Guidelines، Essential Medicine List، الانتيبيوتيك جايدلاينز، الستيوردشيب بروجرام في المستشفيات. دي كل الجهود المبذوله هسه حاليا برغم الوضع القاتم. انا ما شايفه انه هسه حاليا الجهود المبذوله قصاد الوضع القاتم هي شويه. احنا ممكن نشير معاكم كل الداتا دي، دي داتا مهمه وداتا مفروض وهي متوفره في كل المستشفيات، لكن دائما الحاجات مرات ما بتصل، مرات ما بتكون يعني غياب النوليدج ما بالضروره انه انا مثلا زي ما قال جبال انا ما عارف، انت ممكن تكون عارف لكن ما بتطبق. فهسي حاليا في Standard Treatment Guidelines، في Essential Medicine List، في Drug Information Centers في الخرطوم وستة ولايات حاليا. الخطوة في خلال السنة دي ان شاء الله انه يضافوا لهم خمسة ولايات جديدة، وبنهاية 2022 ان شاء الله حيكون في Drug Information Centers حيكون متوفر 24 ساعة لكل الممارسين الصحيين وللعامة لاستقبال الشكاوي والمقترحات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالأدوية. هسه حاليا موجود في ستة ولايات في السودان، كل الداتا دي هسه حاليا موجودة، ودي نحن أنا شايفها إنها خطوة كويسة في إنه تمشينا لي قدام بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أخوانا في نهاية السيمينار اللي هو يعني والجلسة بتاعت النقاش الممتازة. أنا ما أعرف في زور رافع يده هنا، ده هبة أحمد. مرحب، السلام عليكم. تفضل عارف نفسك. دكتورة هبة أحمد خليل، I'm working now in Women Health في NGO، وكنت فترة شغالة في Child Health لفترة طويلة. فمن يعني أنا بس دخلت متأخر للأسف، إذا في أي نقطة فاتت علي فبعتذر إذا أنا ذكرتها تاني، لكن أنا في بس نقطة صغيرة إنه الworking with protocols هو حل كبير للمشكلة دي. يعني إحنا في Child Health عندنا بروتوكول بتاع Integrated Management of Childhood Illness كان مطبق في معظم مراكز ولاية الخرطوم، أنا كنت في الوقت ذاك في وزارة الصحة ولاية الخرطوم. فالبروتوكول زي ما ذكرت قبل شوية الدكتورة إنه في لاين أول للأنتيبيوتيك، لاين تاني للأنتيبيوتيك، والطبيب ما بيقدر يعني ينفذ حاجة غير البروتوكول ده. والحاجة دي يعني الـIMCI حاجة قايمة على بحوث، ما بتشتغل بالأمبريلا أنتيبيوتيك زي الكبير يتكلم عنها البروف. فدي حاجة قايمة على بحوث وفيها الفيرست لاين والسيكند لاين، وما بتخلي الطبيب يعني على كيفه زي ما قال يقوم، عشان الانفستيجيشن أحيانا بتكون غالية على البيشنت. إذا عمل الانفستيجيشن ما بيقدر يشتري الدواء، إذا عمل كده زي ما قالت برضو قبل فترة يعني قبل كم زور برضو في طبيبة ذكرت إنه أو كلينيكال فارماسيست ذكرت إنه إذا ما في ناشنال انشورنس لكل الناس ما بتقدر تعمل وكده، لكن برضو البروف قال إنه إحنا لازم نقوم بخطوات. فأنا غايته في الIMCI خبرتي في الفترة اللي أنا كنت فيها في البرايمري هيلث كير سنترز كنا عاملين كنترول على الأنتيبيوتكس بالبروتوكول بتاع الIMCI، لأنه بيحكم الطبيب أي طبيب مدرب على الIMCI، وهسي دخلناه في كليات الطب على أنه أي طبيب يتخرج من أي كلية بيكون مدرب على الIMCI. فلو اتطبقت البروتوكولز بالذات في تشيلدرين بنقدر نحكم فكرة أنه الميسيوز للأنتيبيوتكس دي مهمة شديد، لانه الميس يوز للانتيبيوتيك انت هنا بتاذي البيشنت ذاته اللي قدام. يعني بعد شويه الريزيستنس زي ما انتم بتكونوا اتكلمتوا في الاول والمشاكل الكثيره، انا بتكلم عن الهيومنز، ما تكلمت كثير عن الفيترينري لانه ما عندي عنها خبره. فانا بشوف انه من ضمن الستبس زي ما قال البروفيل يعني انه الناس ما تقول احنا ما في هيلث انشورنس، ما في هيلث سيستم، ما في، احنا اصلا بالكاد نمثل دوله يعني في السودان، لكن ما نقدر نقول لا نجيف، لا ما يعني الناس ما تجيف، تحاول تكون في يعني رؤية، نبدأ
يعني نشوف نعمل شنو. فما عارفه، لكن انا شخصيا في فتره بتاعت خبرتي في تشايلد هيلث لاحظت انه اليوز بتاع البروتوكول بتاع الاي ام سي اي قلل الامبريلا يوز بتاع الانتيبيوتكس اللي كنت بشوفه في المستشفيات لما كنت بشتغل الاطفال مع الاخصائيين، بالذات في المستشفيات الضعيفه اللي بيجوا فيها ناس ما بيقدروا يعملوا انفستيجيشن، ما بيقدروا يعملوا كده. الطفل ممكن يجي مال نرشت، ممكن يجي فيري ايل بكم ديزيز، فانت ذاتك يعني مسافه الانفستيجيشن تطلع ممكن البيبي ده والطفل ده يباصي منك، لسه النتائج ما طلعت. فبتقوم الاخصائيه، انا الوقت ده كنت هاوس اوفيسر، بتديه امبريلا انتيبيوتيك، بنديه حتى انتي ملاريا لحد ما الانفستيجيشن تطلع، لانه الطفل اصلا بيجينا إذا هو عمره سنتين بيكون وزنه وزن 7 شهور، وبعد ده very ill وما لنرشت وبيعاني من كل الاسكين، يعني بيجي very ill. إذا إحنا ما عملنا له covering بكل الحاجات he will pass before the investigation تطلع أساسا. فكانوا الأخصائيين بدون، يعني إحنا تعلمنا الأمبريلا أنتيبيوتيك دي مين إحنا في الهاوس معنا. أنا يعني هو في مشكلة حقيقية حاصلة، لكن البروتوكولز بتحكم الطبيب انه ما يقدر يمشي للسكند لاين قبل الفيرست لاين، وبرضه بتوريه انه 200 استعمل الانتيبيوتيك، 200 استعمل جست مثلا لو فلو مثلا 200 يقدر يستعمل الهوم تريتمنت مثلا تكون بس حاجات يعني تراديشنال، استخدم عصير استخدم كده، يعني بتوريه بالضبط الستبس، ما يقدر يعمل حاجه من راسه. البروتوكولز بتحكم الحته دي. شكرا جزيلا، انا غايته قدر الجزء البسيط الحدود كثير بوينت، يعني دايركت بوينت ممتازه جدا اللي هو البروتوكولز، انه الناس وسعيد انه قلت لي انه دخلت في الكوريكولوم بتاع الكليات والجامعات، ودي حاجه كويسه بالتالي حيكون في ستاندرايزيشن بطريقه ما بيساعد في انه القصه تنتهي. اخر حاجه هناخدها الدكتوره ضحى عن موضوع السلوكيات، السلوكيات ولا والامكانيات، امكانيات والسلوكيات في دايلما. تفضل دكتوره. شكرا دكتور انور. طيب حاجه نلاحظ من الكلام اللي قالوه كل الزملاء والمداخلات، ممكن نقسم انه كل الجهود الحاجات اللي ممكن الناس تعملها عشان تصلح الوضع، في حاجات محتاجه امكانيات، محتاجه امكانيات من الدوله من المنظمات العالميه، وفي حاجات ما محتاجه امكانيات كبيره. يعني كون انه انا مواطن اعمل مثلا علاج تعي كامل، ما أول ما حسيت إنه أنا بقيت كويس من اليوم الثاني أو الثالث أو العلاج بتاعي ما محتاجة هنا إمكانيات. ففي حاجات بتحتاج إمكانيات، كمية قروش، كمية يتم الإنفاق عليها من الدولة، المعامل، المستشفيات، التدريب، البحوث، دي كلها حاجات مهمة وأساسية ومحتاجة إمكانيات. لكن في نفس الوقت في حاجات ما محتاجة مني إمكانيات كبيرة، أنا محتاجة أجتهد. جيفن يا إخواننا الوضع بتاعنا إحنا صعب شديد في السودان، دولة فقيرة في مرحلة بتاع ترانزيشن، ففي إشكالات كثيرة بتواجه الدولة، فنحاول نعمل ما يمكن عمله، إصلاح ما يمكن إصلاحه، نستفيد من الحاجة الموجودة عندنا حاليا. الجهودات الفردية تتلمى مع بعض كلها، كل القطاعات، كل جهة في الأول كانت شغالة برا، كل زول في مجال عامل حاجة، تتلمى كلها مع بعض ويدعمل سيستم واحد، بودي واحد، عشان نقدر الكوردينيشن ميكانيزم لكل الجهات، حاجة مهمة شديد عشان نعرف إحنا واقفين وين، ممكن نعمل شنو بالحياة الموجودة عندنا في يدنا بالإفيدنس اللي عندنا. الداتا مهمة شديد، لأنه هي اللي بتقودني، بتوريني أنا وين عندي شنو وحامشي وين بالداتا اللي عندنا. دي حاجة مهمة شديد. المواطن إخواننا ما إحنا يعني بنقول إنه المواطن مفتكر إنه دي كلها مهمة الدولة، أنت كمواطن عندك دور مهم شديد في الإمارة، قاعد في إكس أو في واي، وقاعد في بطية، قاعد في فيلا، قاعد في الخرطوم، قاعد يقولوا في أي حتة بعيدة ناية في السودان، أنت عندك دور، ما بس في السودان، في العالم. زي ما قلت الحاجة دي مشكلة عالمية، تركب طيارة تخش أي دولة أنت بتنقل الميكروب المقاوم ده لأي حتة، فأي زول فينا في هذه الكرة الأرضية عنده دور في موضوع الإمارة، ما بس إنه نقول لا دي مهمة الدولة ولا مهمة حكومة ولا مهمة منظمة، كلنا عندنا دور في الموضوع ده. إذا ما حسينا بالحاجة دي الموضوع ما حيتحسن. إذا كل زول بيقول دي مسؤولية الجهة الفلانية، دي مسؤولية كده، ما حنقدر نتحرك لقدام، ما حنقدر نعمل مجهود كويس يطلعنا من الحتة الكريتيكال نحن فيها دي. إذا نحن ما تضررنا كثير، البحوث بتقول إنه بسنة 2050 هي أولادنا أو أحفادنا حيكونوا في مشكلة كبيرة شديد، إذا ممكن يجيوا التهاب بسيط ويموت به، لأنه ما في واحد علينا الناس. شكرا جزيلا. انا ابشرك انه سنه 2050 غالبا حيكون النيرو ساينس والبيج داتا اناليتكس والارتفيشال انتليجنس وصل لمرحله بدعت انه بيحصل لك بريدكشن ذات المرض الممكن يجيك شنو،
مش تمرضي وتبلعي انتبايتك وبتاع. ف كل واحد عليه جهد. احنا في الباحثين السودانيين كان يعني الجزء بتاع التنظيم بالشراكه مع مجموعه دار تنظيم السيمينار ده دي التو سنس بتاعتنا المساهمه اللي بنقدر نقدمها اونلاين على اساس انه تسبريد الاويرنس. كل زول كل مواطن كل فرد عنده مهمه ولازم نكون في جانب البوزيتيف زي ما كرر بروف يحيى اكثر من مره. ونسال الله السلامه والرفاه لكل مواطن ومواطنه سودانيه وللجميع ان شاء الله. نشكركم جزيلا ونواصل ان شاء الله في سلسله الويبينارات التوعوية والعلمية والبحثية في مجموعة الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.